تتويج في اللقبين الإفريقيين. حكم المباراة أمامنا على الصورة في انتظار طبعا إعطاء إشارة انطلاق هذه المباراة. نذكر إطارها مباراة الذهاب للدور التمهيدي الأول لكأس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم هنا في أولمبي بن جنات بالمنستير بين الاتحاد الذي منستيري وضيف فريق فاسيل كينيما الأثيوبي. اسمه فاسيل، إن شاء الله يكون فاسيل على الاتحاد الذي منستيري، وإن شاء الله طبعا يتجاوز الاتحاد هذه العقبة بسلام ويتمكن من تحقيق انتصار يخول له كما قلنا إن شاء الله أنه يسافر إلى أثيوبيا بأوفر حظوظ العودة بورقة التأهل إلى الدور القادم. تنطلق إذن المباراة، ومن البداية ثم إشكالية على مستوى أرقام لاعبي الفريق الأثيوبي اللي يرتديوا أزياء شبيهة بأزياء المنتخب البيروفي، الشريط الأحمر اللي طبعا يقطع القميص الأبيض. على كل نحاول قدر المستطاع بما أوتينا من خلال الصور طبعا التي تصلكم سادة المشاهدين حيثما كنتم خارج تونس أو داخلها. مرحبا بكم في هذه المتابعة الرياضية على قناتنا الوطنية الثانية للتلفزة التونسية. كرة تنتهي بسهولة في دين الحارس البشير بن سعيد إلى المعتصم صبو في اتجاه الياس الجلاسي. طويلة الكرة في عمق دفاع الفريق الأثيوبي، خلي الكرة إلى قائد الفريق زياد مجموم. محاولة المرور من زياد مجموم وثم مخالف، ثم لمسة اليد موجودة بإشارة من المساعد الأول للحكم باعتبار قربه من العملية. أمامنا على الصورة زياد مجموم قائد الاتحاد الذي منستيري اللي كان وراء العملية الأخيرة هاي الإعادة. كرة إذن تصطدم باللاعب رقم 12 سامويل يوناس في تنفيذ ضربة المخالفة لصالح الاتحاد. الياس إجلاسي اللاعب اللي يتميز في الموسم الفارط وقدم مقابلات كبيرة وصنف تقريبا من أفضل اللاعبين في بطولة الموسم الفارط، أداء كبير مع الاتحاد الذي منستيري. تتنفذ كرة الياس إجلاسي وتمشي للركنية، ضربة ركنية تصطدم بالجدار وضربة ركنية أولى في هذه اللحظة الأولى تقريبا دقيقتين على بداية اللقاء. والاتحاد الذي منستيري طبعا يحاول يكون قريب من مرمى الحارس اللي كان أمامنا على الصورة سماكينجي في انتظار طبعا عودة الكرة. يتجه على ما يبدو أو هي مخالفة قريبة من منطقة ال 18 متر، موقع ممتاز بالنسبة للاتحاد الذي منستيري، إمكانية أنه الهدف الأول يأتي في هذه اللحظات الأولى. وبالتأكيد أجمل وأفضل سيناريو يتمناه الاتحاد ومدربه لسعد جردة حتى يكون الدخول في المباراة من الباب الكبير. فهمي بن رمضان ينفذ التسجيل والهدف الأول. هذا هو المطلوب، الهدف الأول مطلع الدقيقة الثالثة للاتحاد الذي منستيري. علي العمري يتمكن من افتتاح النتيجة. فعلا الاتحاد الذي منستيري بمنتهى الواقعية. هاي الإعادة، ضربة المخالفة في مكان ممتاز دون طبعا فلسفة. علي العمري يسدد وكورته في شباك الحارس الأثيوبي ساماكينجي. هدف مقابل صفر بعد 3 دقائق على انطلاق المباراة. اسمع، علي العمري يدخل للتاريخ، أول لاعب في الاتحاد الذي منستيري يسجل في مباراة إفريقية. بالتأكيد هدف إن شاء الله طبعا يحل الأفاق قدام الاتحاد الذي منستيري من أجل أنه يكمل على نفس الوتيرة مع الحذر في مناطق الخلفية. هذه كرة لصالح الفريق الأثيوبي وممتاز البشير بن سعيد. ممتاز البشير بن سعيد أمام محاولة اللاعب اللي أمامنا على الصورة مجيب قاسيم. كرته طبعا تلقى الحارس البشير بن سعيد اللي في الواقع سكر الزاوية أكثر منه، تصدى للكرة ترجع لصالح الاتحاد الذي منستيري. الفريق الأثيوبي لاحظوا أنه متقدم، وبالتأكيد تقدم الفريق الأثيوبي يعني مساحات شاغرة لابد أن الاتحاد الذي منستيري يحكم استغلالها حتى طبعا يتمكن من إضافة أهداف أخرى بعد ما افتتح علي العمري باب التسجيل في الدقيقة الثالثة في هذه المباراة. إذن كرة ترجع من الحارس الأثيوبي ساماكينجي. محاولة الخروج بالكرة من مناطق الفريق الأثيوبي ودفاع الاتحاد الذي منستيري يرفع طبعا في مستوى تقدمه لمحاولة الضغط على الفريق الأثيوبي في مناطقه. كرة دور بين لاعبي الفريق الأثيوبي فاسيل كينيما
أذكر الاتحاد متقدم بهدف مقابل صفر، والإمضاء لعلي العمري في الدقيقة الثالثة، 1-0 في انتظار أهداف أخرى. كرة لصالح الفريق الأثيوبي عن طريق مينغوستو، تتقص من جانب الاتحاد الذي مونستيري، توصل لقاء زياد مشموم، مشموم مشموم مع الياس الجلاسي، الياس الجلاسي يبحث على التسديد من الشافيو موموني، كورته بعيدة على المرمى أمامنا الوافد الجديد المهاجم الغاني شافيو موموني، اللي عوض طبعا أوكبوتو المهاجم الهداف للاتحاد الذي مونستيري، هداف الموسم الفارط اللي انتقل إلى الدوري القطري. كرة ترجع من جديد لصالح الاتحاد الذي مونستيري، فهمي بن رمضان يرجع بها للمعتصم صبو بدوره، يختار باش يرجع الحارس مرميها البشير بن سعيد، محاولة الضغط من جانب خط هجوم الفريق الأثيوبي، كرة طويلة والتدخل فيه ضربة مخالفة لصالح الاتحاد الذي مونستيري. أمامنا اللاعب سيد المهدي وضربة مخالفة لصالح الاتحاد الذي مونستيري، وقد أدركنا 6 دقائق إلى حد الآن، والاتحاد متقدم على فصيل كينما بهدف مقابل صفر، والتوقيع لعلي العمري منذ الدقيقة الثالثة. ترجع الكرة من فادي العرفاوي طويلة في عمق دفاع الفريق الأثيوبي لصالح الاتحاد الذي مونستيري، التوزيع ومازال اختار لصالح الاتحاد، والدفاع يتدخل مرة أخرى، ثم المعتصم، المعتصم صبو إلى محمد الصغراوي، ثم زياد مشموم، مشموم مشموم مشموم، وتوزيعته افتقدت للدقة، تمشي ضربة 6 أمتار، ضربة 6 أمتار لفاسيل كينيما الأثيوبي، اللي طبعا خذيته فكرة عليه من خلال الاستوديو التحليلي مع ذاكر وأمين كمون ومجدي المصراتي. فريق تأسس عام 1960، لعب 17 جولة من أصل 30 جولة، توقفت البطولة منذ يوم 13 مارس في أثيوبيا بسبب طبعا جائحة الكورونا، وفي 17 جولة كان هو متصدر الترتيب ب 8 انتصارات 6 تعادلات و3 هزائم، صاحب كأس أثيوبيا 2018-2019، وهو طبعا للموسم الثالث موجود في المسابقات القارية. كرة لصالح الاتحاد الذي مونستيري، محاولة اجتياز الدفاع، ولكن ثم كثافة من جانب فريق فاسيل كينيما، محاولة الخروج بالكرة، تدخل من كوني خلفه، لكن يتواصل الهجوم من جانب الفريق الأثيوبي من رقم 10 مينغوستو، يحاول طبعا الفريق الأثيوبي أنه يعمل رد فعل على الهدف المبكر اللي قبله، والاتحاد الذي مونستيري طبعا من جهته يسعى إلى تدعيم الأسبقية. بعد نجم نقول أنه الهدف التوقيت اللي جاء فيه ما ينجم كان طبعا يسهل أكثر مهمة الاتحاد، مع ضرورة طبعا المحافظة على نظافة شباكو. كرة لصالح الاتحاد الذي مونستيري، شافيو، شافيو موموني تتقص، ترجع من جديد لصالح الفريق الأثيوبي من ديستادانا، مازالت الكرة أثيوبية عند قائد الفريق رقم 16 ياريد باي، مازال هجوم لصالح فريق كينيما، وكورته بعيدة، بعيدة كرة اللاعب قديسة، تمشي ضربة 6 أمتار لصالح الاتحاد الذي مونستيري. فريق فاسيل كينيما من مدينة غوندار اللي هي موجودة في شمال أثيوبيا، ومعلوم أنه أثيوبيا يعني تتسم بالارتفاع، والأكيد أنه الإطار الفني للاتحاد الذي مونستيري باش ياخذ بعين الاعتبار المعطى هذا في مقابلة العودة، حتى يحسن طبعا التأقلم مع الظروف المناخية اللي باش يلقاها في أثيوبيا، نحكي على مستوى الارتفاع على سطح البحر. مازالت الكرة لصالح الفريق الأثيوبي في محاولة طبعا للتوغل في مناطق الاتحاد الذي مونستيري، لكن الاتحاد منظم، انتشار جيد للاعبين على الميدان، وطبعا محاولة استغلال كل كرة، كل مساحة تتوفر
للتوغل ولأحداث الخطر أمام الحارس السمكينجي. تدخل أمام زياد مشموم وترجع الكرة لصالح الفريق الأثيوبي عن طريق اللاعب ديستادانا. دفاع الاتحاد الذي منستيري عن طريق فادي العرفاوي ثم زياد مشموم. مازال الضغط من جانب فريق فاسيل كينيما. كرة دور بين لاعبي الفريق الاثيوبي تقطع لصالح الاتحاد الذي منستيري. شافيو في اتجاه الياس جداسي والكرة لصالح الاتحاد الذي منستيري ترجع بعد مضي 10 دقائق لعب. الإعادة للعملية الأخيرة بين الياس جداسي و أبتامو تيكسيت. ترجع الكرة لصالح الاتحاد الذي منستيري. محمد الزغراوي توصل له الكرة من فادي العرفاوي في اتجاه المعتصم صبو. معتصم يرجع بها للزغراوي. الزغراوي إلى حارس مرماه البشير بن سعيد. بشير بن سعيد بشير بن سعيد يرفع كرة طويلة الكوني خلفه ثم الياس جداسي ثم زياد مشموم. ممتازة العملية لكن بعيدة بعيدة على حسام تقا. أسبق منه الحارس السمكينجي. أمامنا حسام تقا اللاعب اللي طبعا قدم موسم ممتاز من شبان الاتحاد الذي منستيري من حملة أمال الحاضر والمستقبل. النجم نقول بالنسبة للاتحاد ابن الاتحاد تكون في مدرسته وتدرج بمختلف الأصناف قبل طبعا ما يقدم موسم ممتاز. وهو يأكد طبعا هذا من خلال وجوده اليوم في أول موعد قاري ضمن التشكيلة الأساسية. ممتازة العملية علي العمري يتوغل عليه يتوغل التمهيد. الهدف الثاني والجانبية كورة شافيو. كورة شافيو تضيع فرصة مضاعفة النتيجة تضيع على خط هجوم الاتحاد الذي منستيري. أمامنا المهاجم الغاني شافيو موموني فرصة مضاعفة النتيجة تضيع عليه بعد عمل ممتاز من علي العمري. هاي الإعادة لحظات وتأتينا الصورة البطيئة للعملية اللي كان على إثر الاتحاد المنستيري قريب من مضاعفة النتيجة. نذكر الاتحاد متقدم بهدف مقابل صفر والإمضاء كان لعلي العمري. في كل مرة يكون الاتحاد المنستيري في وضعية هجومية يعطي الانتباه على قدرته على اختراق دفاع الفريق الأثيوبي. ليس فقط ممكن لحالة الارتباك اللي عليها الدفاع الأثيوبي ولكن بتماسك خط هجوم الاتحاد الذي منستيري. لانه كي نحكي على شافيو ماموني اللاعب الغاني الجديد اللي هو عوض انطونيو كوتو تقريبا التركيبه هي نفسها. ثم استمراريه ثم انسجام ثم تناغم بين اللاعبين. ترجع الكره من جديد لصالح الاتحاد الذي منستيري. عرضيه في اتجاه حسام تقا. حسام تقا الى فادي العرفاوي إلى قائد فريقه زياد مشموم. يرجع بها للعرفاوي. فادي العرفاوي إلى محمد صغراوي. محمد صغراوي في مستوى محور دفاع الاتحاد الذي منستيري. ترجع له من كوني خلفه. المنتدب من اتحاد تطاوين مع شقيقه الهدي خلفه الموجود على مقعد البدلاء. والعودة بالكرة إلى الحارس البشير بن سعيد. في اتجاه مشموم. ما يخواش أسبق منه اللاعب الأثيوبي وثم تغطية من العرفاوي يربح بها رمية تماس لصالحه. رمية تماس لفايدة الاتحاد الذي منستيري. الإعادة للعملية الأخيرة كرة توصل لياس جداسي. لياس جداسي يفوت الفرصة ترجع من الدفاع وشافيو بدوره ما يحسنش استغلال الموقف ويضيع فرصة مضاعفة النتيجة. كرة من جديد لصالح الاتحاد الذي منستيري قبل ما تخرج في التماس. هجوم لصالح الاتحاد الذي منستيري. ممتازة العملية لكن تتقص كرة فهمي برمضان. تتقص من كوليبالي كادير. يعكس الهجوم بسرعة ثم محمد الزغراوي. موجود محمد الزغراوي. توقيته ممتاز وتدخله في الوقت أمام محاولة كوليبالي كادير. ترجع الكرة لصالح الاتحاد الذي منستيري. محاولة المباغتة ومحاولة استغلال المساحات تقريبا هذا العنصر اللي مراهن عليه الاتحاد الذي منستيري في بداية هذا اللقاء.
أدركنا إلى حد الآن ربع ساعة أول، والاتحاد متقدم بهدف مقابل صفر على فاسيل كينيما، هدف سجله علي العمري منذ الدقيقة الثالثة. ضربة مخالفة لصالح الاتحاد بعد الحوار الأخير بين علي العمري وشيميكيت باشا. ياسر جداسي كان أمام فرصة مضاعفة النتيجة، بالتأكيد ما زالت المقابلة طويلة، وبإمكان صنع ألعاب الاتحاد الذي منسيري معانقة الشباك ربما حتى في أكثر من مناسبة. اللاعب اللي يصنع الفرص واللي في بعض الأحيان يتحول إلى هدف، ياسر جداسي طبعا مقارنة ببقية زملائه عنده أسبقية المشاركة في المسابقات الإفريقية. سنة 2016 كان مع الترجي التونسي في مسابقة كأس ربيع الأبطال، وكان سجل ثنائية من أصل خماسية انتصر بها الترجي على رينيسانس تشادي. واليوم بقميص الاتحاد الذي منستيري يخوض مسابقة الاتحاد الإفريقي، على أمل طبعا أنه الاتحاد الذي منستيري إن شاء الله يتوفق في هذه المسابقة. أذكر أن النادي الرياضي البنزرتي كان أول فريق تونسي يتوج بلقب قاري، كان ذلك سنة 88 مع الجيل الذهبي للنادي الرياضي البنزرتي، جيل حمدة بن دولات، جيل العربي البراتلي وغيرهم من اللاعبين الممتازين، عز الدين بن سعيد وغيرهم اللي توجوا بكأس الكؤوس وقتها. بل طبعا ما يقع تجميع المسابقتين في واحدة أصبحت تسمى كأس الاتحاد الأفريقي. فاز وقتها النادي البنزرتي في ملعب المنزة في لقاء إياب على خلية النحل النيجيري بهدف مقابل صفر، هدف حمدة بن دولات، وكانت أول كأس إفريقية في تاريخ كرة القدم التونسية، ومن خلالها تحية طبعا لذلك الجيل الذهبي لفريق النادي الرياضي البنزرتي. كرة ترجع لصالح الفريق الأثيوبي في توقيت 17 دقيقة لعب، بعد المخالفة اللي تحصل عليها اللاعب اللي كان أمامنا على الصورة، لاعب سويدي يوهوم. تنقص كرة من جديد لصالح الاتحاد المنسيري، ممتازة العملية، ممتازة العملية، وحسام التقاء وضربة 6 أمتار. كرة كانت ممتازة من الكوني خلفه، وحسام التقاء على الصورة ما تحكمش في كورته جيدا. هاي الإعادة، كانت ثم مضايقة من الدفاع. ترجع الكرة من فادي العرفاوي، يحاول الفريق الأثيوبي أنه يضغط، محاولة المباغتة لكن بعيد على مرمى الحارس البشير بن سعيد. ترجع بضربة 6 أمتار في توقيت 18 دقيقة لعب في هذا الشوط الأول هنا في أولمبي بن جنات بمدينة المنستير. الإطار هو جولة الذهاب للدور التمهيدي الأول لكأس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم بين الاتحاد الرياضي المنستيري وفريق فاسيل كينيما الأثيوبي. والنتيجة تقدم الاتحاد إلى حد الآن بهدف مقابل صفر بعد مضي 18 دقيقة لعب. الهدف كان بإمضاء علي العمري في الدقيقة الثالثة. كرة ترجع من دفاع الفريق الأثيوبي، زياد مشموم، متابعة من حسام متقاع، يقرب من زاوية الركنية ويربح التماس. خلي الكرة في التماس حسام متقاع لفريق الاتحاد الذي منستيري. القائد زياد مشموم باش يرجع كرة للعب، يلعبها قصيرة مع حسام تقا. حسام تقا، زياد مشموم من جديد، وتقطع من الدفاع الأثيوبي في بداية هجوم، لكن ثم المعتصم صبه في اتجاه فهمي بن رمضان. فهمي بن رمضان تتفك له الكرة، تتفك الكرة من الدفاع الأثيوبي وبداية هجوم عن طريق اللاعب مينغيستو. محاولة التوغل في مناطق الاتحاد المنستيري، تبادل الكرة بين لاعبي الفريق الأثيوبي. ترجع لصالح الاتحاد الذي منستيري من الكوني خلفه خاطئه، يرجع الهجوم لصالح الفريق الاثيوبي. فاسيل كينيما داخل منطقه الجزاء، ودفاع الاتحاد يخرج الكره بسهوله. طبعا التركيز مطلوب، السرعه مطلوبه، ولكن التسرع هو المش مطلوب. الاتحاد مطالب انه يضمن منذ مقابله الذهاب اوفر حظوظ الترشح، وهذا ما ينجم يتحقق كان بحصيلة ممتازة من الأهداف
مع المحافظة على طبعا خلو شباكه من الأهداف، ولكن في نفس الوقت التركيز كل التركيز كل ما تتوفر الفرصة في مناطق الفريق المنافس، لأن الاتحاد بكل صراحة قادر على تسجيل المزيد من الأهداف. والتوزيع من زياد مشموم وسهلة في دين الحارس، سهلة في دين الحارس سمكينجي في اتجاه تستادانا، تقطع من دفاع الاتحاد الذي مونستيري في اتجاه الشافيو موموني، علي العامري محاولة التوغل، والحكم المغربي كريم صبري كل ما فما شيء يتواصل اللعب. هجوم معاكس لصالح الفريق الاثيوبي، ثم المتابعه من معتصم صب، وما زالت الكره اثيوبيه، ما زالت الكره اثيوبيه، محاوله التوغل، تسرب والتسديد، كره جانبيه جانبيه لمرمى الحارس البشير بن سعيد، عمليه هجوميه منسقه من جانب الفريق الاثيوبي. هاي الاعاده تنتهي على اللاعب رقم سبعه، لعب ديستادانا، هو في الواقع بداها وكملها ديستادانا، وكورته مرت جانبية. الفريق الأثيوبي كل ما طبعا يتقدم إلى الهجوم واضح أنه يملك لاعبين عندهم السرعة، وهذا طبعا الاتحاد مطالب باش يحتاط منه، ولو أن المدرب لسعد جردة مع بقية الطاقم الفني خذوا وقتهم في مشاهدة عديد المقابلات للفريق الأثيوبي للوقوف على نقاط القوة ونقاط الضعف، وبالتأكيد طبعا على الميدان فريق الاتحاد الذي مونستيري مطالب باستغلال أسبقية الميدان في غياب الجمهور لأسباب معلومة. كرة لصالح الاتحاد وزياد مشموم، والكرة تمشي ضربة ستة أمتار. كانت ثم مضايقة من المدافع الأثيوبي لقائد الاتحاد مونستيري، والكرة تمشي ضربة ستة أمتار باش يرجعها للاعب سماكينجي حارس فاسيل كينيما. في مرة أولى زياد مشموم، والمتابعة من فادي العرفاوي قبل التماس، حسام تقاع على مرتين ياخذ الكرة لكن كورته ما توصلش لشافيو موموني. مرة أخرى ترجع لصالح الاتحاد الذي مونستيري، الياس جداسي ممتاز، الياس جداسي ممتاز يفسخ زوز لاعبين، لكن الكورة تقطع، تقطع من قائد الفريق الأثيوبي، وترجع من جديد لصالح الاتحاد. حسام تقاع، حسام تقاع يتوغل، حسام تقاع ثم المضايقة، والكرة تمشي ضربة ستة أمتار، ضربة ستة أمتار لصالح الفريق فاسيل كينيما. حاول حسام التسرب من الجهة اليمنى، ولكن الدفاع الأثيوبي كان أسبق، والكرة ستعود بضربة ستة أمتار لصالح فاسيل كينيما. أدركنا إلى حد الآن 23 دقيقة لعب في هذا الشوط الأول، مع تحية متجددة للسادة المشاهدين حيثما تصلهم صورة تونس وصوتها من مدينة المنستير من الملعب الأولمبي مصطفى بن جنات في مباراة الذهاب للدور التمهيدي الأول لكأس الاتحاد الأفريقي بين الاتحاد الرياضي المنستيري وفاسيل كينيما. والاتحاد متقدم بهدف مقابل صفر، هدف علي العمري في الدقيقة الثالثة. ترجع الكرة، فريق الاتحاد الرياضي المنستيري يحاول يضغط على الفريق الأثيوبي، يعني ما يخليهش يخرج الكرة بسهولة من مناطقه. الكرة قاعدة تدور بين لاعبي الفريق الأثيوبي، محاولة الخروج، محاولة الخروج، والاتحاد الرياضي مونستيري طبعا بإمكانياته وبتألقه في الموسم الفارط وبنتائجه الإيجابية وبالمرتبة الممتازة اللي أنهى فيها الموسم وبلقب كأس الزعيم الحبيب بورقيبة، بكل هذه المعطيات الإيجابية يبدأ المغامرة الإفريقية. احتياطيو الاتحاد، وطبعا أمال كبيرة على مباراة الذهاب. ممتازة العملية، ممتازة العملية لصالح الاتحاد، لكن بعيدة على العمري،
بعيدة أسبق الحارس سماكينجي. يرجع الهجوم لصالح فاسيل كينيما. والكرة في التماس، رمي التماس لصالح الاتحاد الرياضي المنستيري، وزياد مشموم سيتولى التنفيذ. فادي العرفاوي، فادي يرفع كرة طويلة في اتجاه شافيو الى الهادي خلفه، او الكوني خلفه، هادي موجود على مقعد الاحتياطيين، الكوني خلفه. هاي الإعادة، تدخل كان واضح على الياس جلاسي، وضربة مخالفة لصالح الاتحاد الرياضي المنستيري. ينفذ الياس جلاسي في اتجاه مشموم، مشموم، والحارس أسبق من شافيو، الحارس سماكينجي أسبق من المهاجم الغاني للاتحاد الرياضي المنستيري شافيو موموني. أكيد شافيو يعني وقت اللي تجي باش تعوض لاعب في قيمة أوكبوتو، مؤكد المهمة مش سهلة. لاعب كمل الموسم كأفضل هداف في بطولة الموسم الفارط، أعطى الكثير للاتحاد الرياضي المنستيري، كان من أفضل المهاجمين في الموسم الفارط، يعني معطيات كيما هكا مؤكد تخلي مهمة شافيو مش سهلة. ولو أنه معناها المعطيات اللي بنى عليها الاتحاد الرياضي المنستيري فكرة انتدابه على هذا المهاجم تقنع الجميع بقدرة هذا اللاعب على أنه يكون هداف في القريب العاجل إن شاء الله. هذه فرصة، ويتدخل الحارس. أش يقول الحكم؟ أش يقول الحكم المغربي كريم صبري في هذه العملية؟ ربما الإعادة تعطينا فكرة باش نفهم شنو اللي صار بالضبط. هاي الإعادة، كرة كانت رأسية من علي العمري، يطلع شافيو، ما نعتقدش أنه الاعتداء، بالعكس هو اللي صار، يعني الحارس سماكينجي تدخله، يعني هو اللي ممكن ارتكب الخطأ في حق شافيو من خلال الصورة بالتأكيد. على كل يتوقف اللاعب لإسعاف الحارس سماكينجي على اثر الكره الاخيره، شال لاباس. وتوقيتنا الى حد الان 27 دقيقه لعب، الاتحاد متقدم بهدف مقابل صفر. هاي اعاده لصوره الهدف من علي العمري، السهل الممتنع، كره اولى طبعا تنتهي في شباك الحارس سماكينجي، وكان بامكان الاتحاد الرياضي المنستيري، هذه طبعا فرصه لصالح الفريق الاثيوبي، مرت جانبيه كما قلت الفريق الاثيوبي، يعني في الهجومات المعاكسه لابد من الاحتياط منه، لابد من انه فريق الاتحاد المنستيري وخط دفاعه اساسا ينتبه جيدا لتحركات بعض اللاعبين، على غرار رقم 10 سيرافيل مينغوستو، كذلك رقم 7 ديستادانا. والاكيد انه فرصه طبعا توقف اللعب تعطي الوقت كما قاعدين نشاهدوا، ربما الكاميرا تأخذنا إلى دائرة منتصف الميدان لمشاهدة تجمع لاعبي الاتحاد الرياضي المنستيري، وهذا المدرب الأسعد جردة باش تعديل ما يمكن تعديله وتصحيح ما يمكن تصحيحه في التصور التكتيكي اللي قاعد يعتمد عليه الاتحاد المنستيري لحد الآن، لإضفاء المزيد من النجاعة خاصة على أداء الخط الأمامي. كما ذكرت يعني ثم تقريبا زوز فرص اخرين كان بامكان الاتحاد المنستيري انه هذه مثلا الياس جلاسي كان وجه لوجه، احيانا الكره تقول عندها مشاعر تحب وتكره، يعني شوف كره كما هكا ما تدخلش وجه لوجه، حتى العوده نتاع شافيو ما كانش موفق فيها، احيانا يعني فرص صعبة أو أنصاف فرص تتسجل، وفرص كما اللي كنا نشوفه فيها ما تسجلش. على كل الأمل طبعا في الدقائق القادمة، مازال أكثر من ربع ساعة على نهاية الشوط الأول، مهم جدا أن الاتحاد المنستيري يرجع لحجرات الملابس بأسبقية،
ان شاء الله طبعا اكثر من هدف، الى حد الان هو متقدم بهدف، ان شاء الله طبعا يرجع باسبقيه اكثر من هدف، مع كما قلت المحافظه على طبعا نظافه شباكه من الاهداف. كره ترجع لصالح الفريق الاثيوبي، هجمه اخرى لصالح فريق فاسيل كينيما، والتدخل من زياد مشموم يربح رمية التماس، يربح رمية التماس قائد الاتحاد الريدي منسيري. نقترب من 30 دقيقة لعب طبعا دون احتساب الوقت البديل، مؤكد الفترة اللي خذاها الحارس الاثيوبي في العلاج، يعني في حسابات الحكم المغربي كريم صبري. كرة لصالح الاتحاد الريدي منسيري، ممتازة العملية، ممتازة العملية، وجه لوجه علي العمري، تدخل من الحارس، فرصة أخرى تضيع على خط هجوم الاتحاد الريدي منسيري، فرصة مضاعفة النتيجة. علي العمري كان في وضعية وجه لوجه، والحارس سمكينجي ينقذ مرماه من هدف ثاني. يرجع الهجوم لصالح فريق فاسيل كينيما، فاسيل كينيما كرة توصل إلى يارد بلاي، تعود لصالح الاتحاد الذي منستيري، ثم تدخل قوي على الكوني خلفه، يتجاهل الحكم، ثم ضربة مخالفة لصالح الاتحاد الذي منستيري، وثم بطاقة صفراء، ثم بطاقة صفراء في وجه اللاعب رقم 19 شيميكيت باشا، ينذره الحكم. تدخل كان قوي شيئا ما على لاعب الاتحاد الذي منسيري الكوني خلفه، يكلف انذار. هذه فرصة علي العمري، كان وجها لوجه، ولكن الحارس الاثيوبي كان اسبق، مسألة ممكن يعني بضع اعشار من الثواني. وطبعا الحكم يعطي الوقت لاستراحة اللاعبين كما منصوص عليه، طبعا استرداد انفاس بالتأكيد، مع طبعا اخذ كل الاحتياطات اللازمة على مستوى طبعا احترام البروتوكول الصحي في هذه الظرفية، اللي طبعا نتمناه وعلى ربي ان شاء الله نتجاوزوها بسلام. هذه الجائحة التي عمت العالم بأسره وأوقفت طبعا الحركة على أكثر من مستوى، بالتأكيد فترة الاستراحة طبعا فرصة بالنسبة للإطار الفني من الجانبين باش يعطي توصياته ونصائحه للاعبيه لاستكمال بقية هذا الشوط، تقريبا ربع ساعة. كما كنا نشوفوا علي العمري مر بجانب الهدف الثاني بعد خروج الحارس سمكينجي. إذن تنتهي طبعا فترة الاستراحة ويعود اللاعبون لاستئناف المقابلة، والكرة تعود بضربة مخالفة لصالح الاتحاد الذي منستيري. زياد مشموم أمام الكرة، يعطيه الحكم إشارة التنفيذ. ياس جلاسي، جلاسي في اتجاه الكوني خلفه، كوني خلفه، ممتاز كوني خلفه، يفقد توازنه والضربة المخالفة، ضربة المخالفة لصالح الاتحاد الريدي منستيري في توقيت 34 دقيقة لعب. هاي الإعادة، العرقلة طبعا كما كنا نشوفه، ثم العرقلة موجودة فعلا، حكم قراره كان في محله، ثم العرقلة على الكوني خلفه باش يتولى طبعا تنفيذ ضربة المخالفة لياس جلاسي أمام جدار يتكون من لاعبين ومراقبة داخل منطقة الجزاء. كما تشاهدون فرصة لصالح الاتحاد الذي منسيري لإدراك الهدف الثاني في توقيت 34 دقيقة لعب في هذا الشوط الأول. تتنفذ والرأسية وتمشي كرة ضربة ستة أمتار، رأسية زياد مشموم، أمامنا زياد كورتو تمشي ضربة ستة أمتار. هي الإعادة،
استقباله للكرة ما كانش بالشكل الجيد. معروف زياد طبعا في التقاطه للكرات يعني سجل العديد من الأهداف بالرأس، ولكن الكرة هذه طبعا موقعه من جهة وطريقة الاستقبال ما خلتوش يسدد على النحو المطلوب. ترجع الكرة لصالح الاتحاد الذي مونستيري، تتقص من دفاع الفريق الأثيوبي من قديسا، تعود لصالح الاتحاد، بعيد على شافيو، بعيد على شافيو ماموني، يأخذها الحارس سباكينجي. 10 دقائق على أقصى تقدير على نهاية الوقت الأصلي لهذا الشوط الأول، والاتحاد الذي مونستيري متقدم على ضيفه فاسيل كينيمال الأثيوبي بهدف مقابل صفر. علي العمري في الدقيقة الثالثة، كرة تعود برمي التماس لصالح الفريق الأثيوبي من سامويل، كرة لصالح فريق فاسيل كينيمال، يخرج البشير بن سعيد وتمشي الكرة في التماس لصالح الاتحاد الذي مونستيري. خروج حارس الاتحاد الذي مونستيري بشير بن سعيد زي طبعا المبادرة، ونجم نقول لعب دور المدافع، دور قلب الدفاع في الكرة هذه، وكان موفق طبعا في هذا الاختيار. فهمي برمضان في المتابعة، تتجاوز الكرة الخط النهائي للميدان وتمشي رمي التماس لصالح الاتحاد الذي مونستيري. فهمي برمضان الظهير الأيسر مش يرجع كرة للعب، فهمي برمضان في اتجاه صغراوي، محمد صغراوي إلى فادي العرفاوي، فادي العرفاوي، فادي العرفاوي، يطول فادي العرفاوي في اتجاه شافيو، أسبق منه الدفاع الأثيوبي، شافيو في المتابعة، يتقدم شافيو، شافيو توزيعته لكن ما زالت الكرة لصالح الاتحاد. زيد مشموم، 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 ويربح الركنية، يربح ضربة الركنية، عملية هجومية لصالح الاتحاد الذي مونستيري، تلقى الدفاع الأثيوبي وتنتهي إلى ضربة ركنية ياسر جلاسي في التنفيذ في توقيت 37 دقيقة لعب، وفرصة الثاني لكن الدفاع يتدخل. ما زالت الكرة لصالح الاتحاد الذي مونستيري، ثم محمد صغراوي، صغراوي ما ياخوهاش مشموم في المتابعة، ثم حسام متقى يخير باش يرجع الحارس مرماه البشير بن سعيد، بشير بن سعيد يطول، بشير بن سعيد المعتصم صبه يعمل الترويض معتصم، لكن خاط أكورتو، ترجع من الدفاع والهجوم لصالح الفريق الأثيوبي. فاسيل كينيما في الهجوم، كرة توصل للاعب يارد باي، ورمي التماس لصالح الاتحاد الرياضي مونستيري. فادي العرفاوي في مناطق الاتحاد، فادي العرفاوي يلعب كرة قصيرة مع حسام تقى، ترجع الفادي العرفاوي من جديد، فادي العرفاوي يطول بعيد على الياس جلاس، ياخذها الفريق الاثيوبي، عودة الى الدفاع مع متابعة من علي العمري، لكن يرجع الهجوم وثم تدخل من الكوني خلفه، تبقى الكرة لصالح فريق فاسيل كينيما، والمتابعة من حسام تقى، مازال الهجوم لصالح الفريق الاثيوبي، مازال الهجوم لصالح الفريق الاثيوبي اللي يحاول طبعا يلقى الممرات في دفاع الاتحاد الذي مونستيري، والمعتصم صبه في المتابعه، والدفاع يتدخل. ممتاز محمد صغراوي، ممتاز محمد صغراوي، وممتاز بشير بن سعيد، وقبلهم ثم رايا، ثم رايا من المساعد الثاني على وجود تسلل. ثابت دفاع الاتحاد المونستيري في العمليه الاخيره، والحارس البشير بن سعيد طبعا باليقظه اللازمه يتصدى، وقبل ذلك المساعد الثاني رفع الراية مشيرا الى تسلل. كرة لصالح الاتحاد الذي مونستيري، فهمي بن رمضان، فهمي بن رمضان في اتجاه حسام تقى، علي العمري، علي العمري في محاولة للتجاوز، ولكن الكرة تتفكله، يحاول حسام يصلح، مازال الهجوم لصالح الفريق الاثيوبي، مازال الهجوم لصالح الفريق الاثيوبي مع متابعة من زياد مشموم. الكرة عند اللاعب يارد بايي،
محاولة المرور، توغل في مناطق الاتحاد المنستير، الدفاع في مرة أولى ممتاز محمد الصغراوي، ثم زياد مشموم، الياس الجلاسي بعملية فنية، الياس الجلاسي يتجاوز ولكن الكرة ترجع لصالح الفريق الأثيوبي بمخالفة وفق إشارة الحكم المغربي كريم صبري. هاي الإعادة، الياس الجلاسي بحركة فنية حب يتجاوز اللاعب الأثيوبي ولكنه ارتكب الخطأ. هاي الإعادة للعملية الأخيرة من جانب الفريق الأثيوبي، كان ثم محمد صغراوي موجود أمام التوزيعة الأخيرة. ضربة مخالفة لفريق فاسيل كينيما، تتنفذ البشير بن سعيد في مرة أولى والدفاع يتصدى في مرة ثانية، ثم ضغط من فريق فاسيل كينيما وعلي العمري طبعا بذكاء قبل ما تمشي للركنية حط كرة في التماس. 41 دقيقة لعب، 4 دقائق على أقصى تقدير على نهاية الشوط الأول، والاتحاد الذي منستيري متقدم هنا في المنستير على ضيفه الأثيوبي فاسيل كينيما بهدف مقابل صفر. هدف علي العمري في الدقيقة الثالثة، ترجع الكرة لفاسيل كينيما برمية التماس من اللاعب كاديسا، ترجع للدفاع الأثيوبي. طبعا الاتحاد الذي منستيري مطالب بتدعيم الأسبقية ومطالب كذلك أنه ما يعطيش الفرصة للفريق الأثيوبي باش يلعب، باش يعني يطبق الرسوم التكتيكية اللي يحب عليها. أكيد ثم بعض ربما التعديلات في راحة ما بين الشوطين، والكرة ستعود برمي التماس من فهمي بن رمضان، يطول فهمي بن رمضان، ترجع من الدفاع الأثيوبي من سيريفيل مينجيشو، وممتازة العملية، وممتازة العملية، التوغل من جانب الاتحاد المنستيري. ماذا هناك؟ ما زالت العملية لصالح الاتحاد، ما زالت الكرة لصالح الاتحاد المنستيري. التوغل من الياس الجلاسي، التمهيد، وثم زياد مشموم في المتابعة، ما زالت الكرة لصالح الاتحاد، والحارس ياخو كورتو يرتبك على مرتين، على مرتين سماكين جو يرتبك أمام كرة الياس الجلاسي. فرصة أخرى لخط هجوم الاتحاد الذي منستيري من طبعا صنع الياس الجلاسي، اللاعب المحوري واللاعب اللي تقريبا يعتبر طبعا العقل المدبر في وسط ميدان الاتحاد الذي منستيري. أغلب الكرات الحاسمة تنطلق من الياس الجلاسي، كرة لصالح الفريق الأثيوبي في مناطقه، والضغط طبعا مطلوب من فريق الاتحاد الذي منستيري على المنافس في مناطقه، ما يخليهش يقدم المناطق الاتحاد الذي منستيري. الهجوم لصالح الفريق الأثيوبي تقطع في مرة أولى، ثم تعود الكرة لفاسيل كينيما عن طريق اللاعب سيد المهدي. كرة لتكيسات أباتامو تكيسات، ما زال الهجوم لصالح الفريق الأثيوبي ودفاع الاتحاد الذي منستيري. محمد صغراوي بكل هدوء، محمد صغراوي يتجاوز الموقف ويحط الكرة في التماس في توقيت 43 دقيقة لعب، وتمشي ضربة 6 أمتار، قلت في توقيت 43 دقيقة لعب، في انتظار ما سيضيفه الحكم المغربي كريم صبري من وقت بديل في هذا الشوط الأول. الإعادة للعملية الأخيرة اللي قام بها فريق الاتحاد الذي منستيري، الياس الجلاسي وكأني بالياس قعد يستنى في المعاهدة ما لقاهاش على بالشكل اللي حب عليه، هذاك علاش طول في مسك الكرة قبل ما طبعا يلقى الحل عند زياد مشموم، وتوزيعة زياد مشموم يتصدى لها الحارس على مرتين مثل ما كنتم تشاهدون. ترجع الكرة برمي التماس لصالح الاتحاد الذي منستيري، دقيقة على أقصى تقدير على نهاية الفترة الأولى، الاتحاد متقدم على فاسيل كينيما بهدف مقابل صفر، هدف علي العمري في الدقيقة الثالثة، على أمل أن العودة إلى حجرات الملابس تكون بأكثر من هدف من جانب الاتحاد إن شاء الله. المعتصم صب، المعتصم صب، حسام تقا يرجع بها المعتصم صب إلى محمد الصغراوي، محمد الصغراوي عرضية في اتجاه فادي العرفاوي، محاولة الضغط من جانب الفريق الأثيوبي في اتجاه زياد مشموم،
وثم طبعا مخالفة لصالح الفريق الأثيوبي، ضربة مخالفة لفريق الفريق الأثيوبي. يرد بياه قائد الفريق، مازال الهجوم لصالح فريق فاسيل كينيما، وتمشي الكرة في التماس لصالح الاتحاد الرياضي المنستيري. الحكم الرابع عادل زراق يستعد لإشهار الوقت البديل، ثلاثة دقائق كوقت بديل في هذه الفترة الأولى. إن شاء الله يكونوا كافين للاتحاد الرياضي المنستيري باش يدعم أسبقيته. كرة لصالح الفريق الأثيوبي تتقص توصل للياس الجلاسي، لكن شافيو كانت بعيد عليه الكرة، شافيو كانت بعيد عليه الكرة، المهاجم الغاني شافيو موموني. متابعة من فادي العرفاوي بذكاء يربح رمية التماس، أو زياد مشموم في الواقع، زياد إلى محمد الصغراوي، محمد الصغراوي، صغراوي حافظ على كورته، صغراوي يلعب مع فهمي بن رمضان، فهمي بن رمضان إلى حسام تقى، حسام تقى، حسام تقى يلعب مع المعتصم، يرجع بالكرة معتصم صبو إلى حارس مرماه البشير بن سعيد، بشير بن سعيد، بشير بن سعيد في اتجاه فادي العرفاوي. والفريق الأثيوبي كما تلاحظون قاعد يضغط، قاعد يقرب برشا من مناطق الاتحاد الرياضي المنستيري. ثم راية على وجود مخالفة تسلل ضد الاتحاد، ضد علي العمري. في مقابل تقدم الفريق الأثيوبي بالتأكيد ثم مساحات وثم سرعة مطلوبة من جانب لاعبي الاتحاد المنستيري في عكس الهجمة، في استغلال المساحات لإدراك مناطق الحارس سماكينجي وهو أمر متاح. هذا ما أكدته أطوار الفترة الأولى من المقابل. كرة لصالح الاتحاد الذي منستيري ممتازة، شافيو ينطلق، شافيو، شافيو في اتجاه علي العمري، علي العمري قبل التماس، علي العمري، علي العمري محاولة المرور، علي العمري، وثم ضربة مخالفة لصالح الاتحاد الذي منستيري. ثم لاعب آخر من الاتحاد أعتقد أنه الكوني خلفه يقوم لباس أمام علي العمري صاحب الهدف الوحيد إلى حد الآن، هدف الدقيقة الثالثة، وكان علي كذلك قريب من مضاعفة النتيجة في وضعية وجه لوجه، والتألق كان للحارس الأثيوبي سماكينجي. كرة ترجع لصالح الاتحاد الذي منستيري، زياد مشموم، زياد مشموم كورته ما تخلطش الحسام تقى أسبق منه، يرد بيا يضغط فريق الاتحاد المنستيري على منافسه، والهجوم المعاكس من جانب الفريق الاثيوبي عن طريق ديستادانا، 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 تصويب وتصطدم بالدفاع والتصويب مرة أخرى، والكرة تمشي ضربة 6 أمتار. تقريبا الثواني الأخيرة في الوقت البديل من هذا الشوط الأول، والاتحاد متقدم على ضيفه الاثيوبي فاسيل كينيما بهدف مقابل صفر. علي العمري صاحب الهدف في الدقيقة الثالثة، ستعود بضربة 6 أمتار من محمد الصغراوي. 3 دقائق أضافهم الحكم المغربي كريم صبري كوقت بديل. تترفع الكرة في المتابعة شافيو، وفي هذه الآونة الحكم المغربي كريم صبري يعلن عن نهاية الشوط الأول بتقدم الاتحاد الرياضي المنستيري على ضيفه فاسيل كينيما الأثيوبي بهدف مقابل صفر، هدف علي العمري في الدقيقة الثالثة. طبعا الاتحاد كان بإمكانه باش يرجع لحجرات الملابس بأكثر من هدف، توفرت أكثر من فرصة واضحة، ولكن النجاعة هذه إعادة لصورة الهدف اللي جاء في الدقيقة الثالثة. قلت غابت النجاعة، غاب التركيز مع طبعا حضور الحارس الأثيوبي في بعض المواقف، ولكن هذا الكل ما يقللش من قدرة الاتحاد الرياضي المنستيري على تحقيق المزيد من الأهداف في الشوط الثاني. راحت ما بين الشوطين بالتأكيد مهمة على مستوى طبعا التوصيات والتعليمات والتعديلات، والأكيد كذلك أنه مقعد البدلاء باش يكون توا محل أنظار المدرب لسعد جردة،
للقيام ربما ببعض التغييرات لإضفاء المزيد من النجاعة على مردود فريق الاتحاد المنسيري، وهو طبعا في بداية مغامرته الإفريقية، بداية الملحمة تنطلق اليوم في المنستير أمام فريق فاسيل كينيما الأثيوبي. والاتحاد في الشوط الأول نجم نقول حقق المطلوب في انتظار المزيد، حقق الأسبقية، خذ الأسبقية على ضيفه في انتظار مزيد تدعيمها بأهداف أخرى في الشوط الثاني، مع ضرورة طبعا المحافظة على دفاعه وعلى مرماه جيدا، لأنه الفريق الأثيوبي كما شاهدنا طبعا في بعض المناسبات كان اختير. على كلنا في انتظار به. إذن نذكر السادة المشاهدين أنه الشوط انتهى بتقدم الاتحاد على فريق فاسيل كينيما بهدف مقابل صفر، هدف علي العمري في الدقيقة الثالثة. نعود إن شاء الله مع انطلاقة المباراة في شوطها الثاني. Bien sûr, voilà, ok, allez, allez.
الو الو نعود مشاهدينا الكرام الى طبعا ملعب مصر بن جنات الاولمبي بالمنستير في راحة ما بين الشوطين في مقابلة الذهاب للدور التمهيدي الاول لكأس الاتحاد الافريقي لكرة القدم بين الاتحاد الذي منستيري وضيفه فريق فاسيل كينيمال الاثيوبي. بعد شوط اول انتهى بتقدم الاتحاد بهدف مقابل صفر، هدف سجل المهاجم علي العمري في الدقيقة الثالثة. طبعا في انتظار الشوط الثاني والامكانيات المتاحة امام المدرب الاسعد جردة لادخال ما يمكن ادخاله من تغييرات لضمان طبعا تحقيق نتيجة ايجابية في مقابلة الذهاب على مقعد بدلاء الاتحاد الذي منستيري. نذكر بالنسبة للعناصر الموجودة على ذمة المدرب الاسعد جردة، ثم يوسف العبدلي الوافد من الترجي الذي التونسي، كذلك الى جانب الحارس حسان الحمزاوي، ايضا الهادي خلف المنتدب من اتحاد تطاوين، روجي ابولو الايفواري القادم من فريق سان بيدرو الايفواري، وادريس المحيرسي، زياد العلوي هداف القلعه الرياضيه اللي كانت تالق في مقابله الكاس دور ربع النهائي امام الترجي الذي التونسي، وايضا حكيم تقاء. بالتاكيد كل لاعب حسب الخطه نتاعو وحسب مواصفاته ينجم يقدم حلول للاتحاد الذي منستيري في الشوط الثاني. شوط اول حقق فيه الاتحاد المطلوب، اخذ فيه الاسبقيه، حل الشبكه، سجل الهدف الاول، كان بامكانه باش يكمل الفتره الاولى متقدم على الاقل بهدفين مقابل صفر اذا كان مش اكثر، ولكن يعني من ناحيه النجاعه اللي غابت، وكذلك تالق الحارس الاثيوبي سمكي نجي امام خاصه علي العمري وكذلك الياس جلاسي احد ابرز اللاعبين خلال الشوط الاول من هذه المباراه اللي طبعا بها الاتحاد الذي منستيري ينطلق في رحله افريقيه ان شاء الله تكون موفقه وعامره بالنجاح والتالق، كيف وكيف بقيه ممثلينا في المسابقتين، مسابقه كاس ربيع الابطال وكاس الاتحاد الافريقي، اعني الترجي، النادي الذي الصفاقسي، النجم الذي الساحلي، وطبعا الاتحاد الذي منستيري. لست ادري ذاكر اذا كان جاهز باش تاخذ الكلمه، انا في المتابعه. طبعا ذاكر الزرافي الى جانبه امين كمون وكذلك مجدي المصراتي الثنائي السابق لفريق الاتحاد الذي منستيري في التحليل الفني وفي قراءه ال 45 دقيقه الاولى فنيا كيف كانت وماذا يجب ان يكون خلال الشوط الثاني امام فريق اثيوبي قادم من طبعا بطولة يتصدر طليعتها رغم طبعا توقف نشاطها. نذكر الاتحاد الاثيوبي لكرة القدم تأسس سنة 1943، كان من بين المساهمين في تأسيس الاتحاد الافريقي وكأس الامم الافريقية. ذاكر اذا كان تسمع فيها تفضل ذاكر. نسمع فيك، يعطيك الصحه توفيق، وخلينا المجال للثنائي التحليل الفني نتاعنا امين كمون ومجد مصراتي باش يقيدوا ياخذوا دونات اكيد في بين الشوطين باش نجموا نحكيوا كما يلزم على الشوط الاول ومتطلبات الشوط الثاني. امين، الاتحاد المنستيري تخلى معناها كما يلزم هدف في الدقيقه الثانيه، كنا نعتقدوا انه باش يحلوا ويفسح له المجال باش يسجل اهداف اخرى، لكن بعد رينا الفريق الاثيوبي كمان معناها كان قدم على الاتحاد المنستيري يلعب كره قصيره لقي راحه، شو الاسباب هذا؟ علاش الاتحاد المنستيري ما زاش دعم الهدف اللي سجله؟ صحيح ذاك كما قلت البدايه ما كانش تكون مثاليه اكثر من هكا، هدف دقيقتين لعب ثم فرصه انفراد سبع دقائق لعب، لكن اللي ما مشاش انه سير البلان ديفونسيف معناتها في على المستوى الدفاعي ما كناش اجريسيف في الضغط على حامل الكره، خلينا برشا اسباس للفريق المنافس باش يلعب خاصه في وسط الميدان، سورتو اللاعب رقم 14 جيورجيس قارحه اكثر معناتها معناتها ليبر مرتاح يعمل اللي يحب في الميليو تيران، خرجت الكره الامتناك الكره كان عند الفريق المنافس، حتى المدرب الاسعد جرده اكثر من مره يخرج على الخط ويطلب من الخطوط باش يكونوا قراب لبعضهم، نعرفوا احنا باش الضغط ينجح لازم الخطوط تكون قراب لبعضها وتكون فما معناتها قوه في الضغط واجريسيفيتي باش نجم فوكو. الفريق المنافس يخرج في الكره من التالي معناتها يحب يسمع اللعب، هذا حاجه باهي لنا احنا على خاطر يكون قريب اكثر الكاج نتاعه، واحنا فريق معروف بالضغط العالي وعملناه ونجحنا في الموسم الفارط، لكن اللي ما مشاش كما قلت لك على المستوى هذايا الخطوط كانت متباعده شويه ما نجحناش في الضغط، والحاجه اخرى ما نجحناش في التحول نتاعنا من الحاله الدفاعيه للحاله الهجوميه،
وين ما ننجحوا نخلقوا الديكالاج ونعملوا الخطر الانفراد نتاع العمري، لكن ما نجحناش بالراسيو المنعتها. يمكن لهنا حكايه نسق مين معناها فما ريتم ناقص في الاتحاد المناسب. شهرين انت حكيت قبل بدايه المباراه، كي تشوف من الفوق تحس من اللاعبين ناقص، فماش نسق نتاع مباريات. هذا يرجع بالوباء علينا وخلينا معناتها تحسنا ثقال شويه في الروبلي وفي الترانزيسيون، زاد حتى في الترانزيسيون ديفونسيف باش ندخلوا الوسط ونسكروا فيس على الوسط، خلينا برشا وقت. هذاك اللي خلى هو مين في واضحين فريق الاثيوبي يدرب في ارتفاع نتاع 2300 متر. قاروح ليبر نعرفوا جبرا سيراسي معناه واحد من ابرز العدائين في العالم، علاش وغير الاثيوبيين ديما معناه فرضين والكينيين، لانه فما التيتود وفما ارتفاع كبير برشا. اليوم لاعبيه لقوا راحتهم، وانا فاجأني الفريق الاثيوبي مهاجم على مستوى عالي. لا معناه الكرات القصيره، معناه يلعب كرات قصيره مش يطول في الكره ويلعب مرتاح، معناها فريق عنده امكانيات يمكن عكس الدفاع. وتو بعد باش نرجع لمين على الدفاع الفريق الاثيوبي. الفريق الاثيوبي يظهر لي في الكومبارتمون اوفنسيف عندهم لاعبيه عندهم كاليتي تكنيك باهيه، يلعبوا ان سيل توش، يلعبوا معناتها اون ديفياسيون، نجموا يشكلوا خطر في 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 كل وقت. بار كونتر مستير كيما حكينا من الاول يظهر لي ما فماش احسن من لونتام دي ماتش في دقيقتين لعب تكون تمركي هدف الاول، لكن تجيك الاوبورتينيتي باش تمركي الثاني والثالث ما تمركيش، وقتها توا تعاني بالحق. يلزم برشا كونسونتراسيون قدام الكاجب باش الكيب ادفيرس خلاها في بلاصتها. باش نحكي على المستير في البلاسمون نتاعها، فما برشا اسباس اونتر ليليني وهذا اللي خلق برشا مشاكل للدفاع الاتحاد. لهنا يلزم برشا من لاعبيه تراجع روحها في البلاسمون والريبلاسمون. يمكن كما عندنا ملاعبين ذكيين برشا كما جاوش موجودين، راهو يمكن الاتحاد عانى اكثر كيما حسين بقى، معناتها نشوف فيه معناتها نظر تكتيكي كبير، شخصيه خاصه برشا كور في وسط الميدان، شخصيه كبيره، انضباط كبير، ملاعبيه كما هذوما نجم تشوفهم في مستوى عالي. ان شاء الله الاغلاط اللي شفناها ميتولول ما نشوفهمش ميتون ثاني، وكما قلت لك اهم حاجه ما نقبلوش هدف خاطر كنا نجم نقبل ميتولول. انت معناها صانع العاب مجدي، جلاسي كل مره يطلع باش يعمل يمكن يطلع في النسق باش يعطي الاخر لمسه، ما يلقاش شكون من اليمين ومن اليسار، معناها هذه رنيه اشكاليه في الاتحاد الرياضي المصري. ولو انه فما الكره اللي خرجت لعلي العمري معناها وفما كورته هو زاد اللي كان نجم يجيب ضربه جزاء. هو جلاسي يظهر لي في السيزون اللي فات كان احسن لاعبي في 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 الشامبيونان، كان معاه اوكبوتو، كانوا مثلوا ثنائي رهيب. اوكبوتو اللي كي تجي الكره عند جلاس يعرف شنو يعمل. لهنا المهاجم الجديد نتاع الاتحاد تنقصوا الاوتوماتيزم على اللاعبيه. يمكن اول ماتش كنتم مرتبطه بهدف راهو ان شاء الله، انتم تعرفوا كانت تحل الشبكه بالنسبه لي، لكن حتى في معناتها في لي زابيل دي بال نتاعو مازال تحسوا مازال بعيد شويه على مستوى اوكوتو. دفاع كيما دفاع فريق الاثيوبيا مين معناها لون شويه، وقت اللي تطلع له تضغط عليه قاعد يعطيك في كوره، وخاصه من الجهه اليمين يظهر لي زاده من الحلول لازم يركز عليها لسعد جرده شابي في الشوط الثاني. احنا الاتحاد المنستيري يلعب اكثر على الجهه اليمنى جهه مشموم وطقاء، والحاجه الباهيه انه المرات اللي تعدي اللي وصلنا فيهم للجهه اليمنى كل تعدينا، صحيح ضعف كبير على المستوى الجهه اليسرى نتاع الفريق المنافس. بار كونتر في اللاكس ضعف اضعف اكثر، علاش؟ ما تحسش فما تغطيه ما بين الزوز اللاعبين محور نتاع الفريق المنافس، يلعبوا بريسك على نفس الخط، وهذا اللي خلانا خرجنا دو ريبريز معناتها وجه لوجه مع حارس المرمى. دفاع يلعب متقدم حاجه باهي لينا احنا، معناتها لي زانترفال محلولين برشا، لكن هذا وقتش نجم انا نستغل العمل هذا، وقتها نتحول بسرعه من الحاله الدفاعيه للحاله الهجوميه، والا وقتها نمتلك الكره نحافظ عليها ونعمل اون بون بوزيسيون دو بال باش نزل الفريق على المستوى اليمين واليسار ونخلق الثغرات ونجم نتعدى باريحيه، على خاطر كما قال المدرب في الكونفيرونس دو بريس قال الفريق هذايا معناتها ضعيف على المستوى الدفاعي سيرتو في ليزانترفال. انت باش تعدى في ليزانترفال لازمك تصنعهم، لازمك تولي كري ليزانترفال باش تتعدى فيهم. وهنا احنا حكينا ذاكر انت قلت قبل المباراه انه الفريق ما قلنا احنا الكل الفريق ما تبدلش بنسبه 90%، صحيح، لكن لي دوز اليمون اللي خرجوا معناتها كلي معناها مفاتيح في الفريق هي وكاليبر كبير، صحيح، واللي باش يجي في بلاصته يحب له وقت باش يدخل في الفلسفه وفي الفكر نتاع المجموعه اللي هو اهم من هذا الفكر كما قال توا مجدي. واللي كانت يمكن عدد اكبر من المقابلات الوديه كان ينجم يساعد، لكن تعرف المشكله مجدي تعرف ومين انه عوده البطوله ما ترجعت البطوله الاتحاد المنسيري باش نبداو واضحين اختيار نتاع لاعب نهار الجمعه اليوم انه كان عنده مقابله متاخره مع الترجي اللي كان رجعت البطوله، هذا ما صارش. على كل شوفوا الملاعبيه رجعوا على ارضيه الميدان. مجدي برونوستيك الشوط الثاني ان شاء الله الاتحاد المنسيري حسب رايك واحد شيء تو في الشوط الاول.
ان شاء الله ان شاء الله 3 بلاش ان شاء الله ان شاء الله نفس البرونستيك ان شاء الله 3-0 ان شاء الله ما نقبلوش. يعطيك اهم حاجه مهمه جدا يعطيك الصحه امين. اكيد ان شاء الله بعد نهايه المباراه الاتحاد المنصيري نلقاو واخذ فارق مهم جدا وما يقبلش اهداف، وهذا ما يتمناوه الكل. اكيد توفيق ليك الخط مع التعليق على الشوط الثاني تفضل. شكرا مجدي المصرات يعطيكم الصحه على هذه القراءه الفنيه المستفيضه لاطوار الشوط الاول اللي كان الاتحاد الذي منسيري انهاه متقدما بهدف مقابل صفر، هدف علي العمري في الواقع مطلع الدقيقه الثالثه. الاتحاد طبعا جاته الفرص، غابت النجاعه، ان شاء الله تحضر النجاعه في الشوط الثاني. ثم تغيير في تشكيله الفريق الاثيوبي رقم 7 اللي هو ديستا دانا يخلي مكانه الرقم 17 ميكينغو اذا رقم 17 ياخذ مكانه في التشكيله الاساسيه عوضا عن لاعب ديستادانا اللي غادر، وهو اول تغيير في المباراه. اذا اللحظات الاولى في انتظار طبعا اشاره الحكم المغربي كريم صبري يعطي اشاره الانطلاق في هذه الاونه، والكره لصالح الاتحاد الذي منستيري الياس الجداسي في اتجاه علي العمري، كرة علي العمري في المتابعة فهمي برمضان، يتوغل فهمي برمضان، التوزيع والدفاع يتصدى، ترجع الكرة من جديد لصالح الاتحاد الذي منستيري، ولكن تذيع كرة الكوني خلفه بعيدة على المعتصم صبو، تمشي رمية تماس لصالح الفريق الاثيوبي. حكيت طبعا على بعض المسائل التاريخية فيما يخص اثيوبيا ودورها في تأسيس الاتحاد الافريقي وفي بعث مسابقة كأس الأمم الافريقية. المنتخب الاثيوبي عنده 9 مشاركات في النهائيات الافريقيه، اولها كانت سنه 57 وقد توج باللقب الافريقي سنه 62. طبعا كان من اول البلدان اللي تحصلت على كاس افريقيا للامم. المنتخب الاثيوبي كره ترجع لصالح الاتحاد الذي منستيري، شافيو ماموني، شافيو كره ترجع لصالح الياس الجداسي، الياس الجداسي ممتازه من الياس الجداسي، والعرقله ماذا يقول الحكم؟ ماذا يقول الحكم كريم صبري؟ يقول ضربة مخالفة، ستأتي الصورة، ستأتي الإعادة، هاي الإعادة، رفع كرة ممتاز من الياس الجداسي، أو نثبته مليح. طبعا في العملية كيفاش صارت؟ الاصطدام اللي وقع بين علي العمري والمدافع الأثيوبي الحكم قدره ب طبعا لا وجود لضربه جزاء، وفق طبعا قرار الحكم. ترجع الكره اذا لصالح الاتحاد الذي منستيري اللي طبعا ناملوا انه يدرك الغايه نتاعو، يسجل كما قالوا المحللين نتاعنا مجدي المصراتي ومحمد امين كمون على الاقل ثلاثيه. طبعا ممكن بالنسبة للاتحاد الذي منسيري عنده الإمكانيات، عنده القدرات، عنده اللاعبين، شريطة حسن استغلال ما سيتاح من فرص. السرعة مطلوبة، تسرع مرفوض، التركيز مطلوب، والهدوء في طبعا أطوار هذه الفترة الثانية مقابلة ما زالت طويلة. والفريق الأثيوبي إذا كان أعطى الانتباه في الشوط الأول أنه فريق محترم الإمكانيات، لكن عنده في المقابل بعض الاشكاليات على مستوى وقفته الدفاعيه. ضروري ان الاتحاد الذي منسير يستغل المعطى هذا ويسجل اهداف اضافيه في مرمى الحارس سماكينجي. نذكر بالتشكيلتين بالنسبه للفريق الاثيوبي، سماكينجي معاه كل من كوليبالي كادير، دانا ديستا خلى مكانه في بدايه هذا الشوط الميكينغو رقم 17، نلقاو ايضا فيكادو اليمو رقم 10، سيرافيل مينغستو رقم 12، سامويل شيفروي رقم 13، سيد المهدي رقم 14، ابتومو تيكستي، ثم رقم 16 يارد باياه قائد الفريق، ورقم 19 سيميكيت باشا. نتابع هذه العملية لصالح الاتحاد الذي منستيري ونذكركم تشكيلته بعد ذلك. تمشي الكرة في التماس، تضيع الكرة، تمشي رمية التماس لصالح الفريق الاثيوبي. الاتحاد ممثل بالعناصر التالية، أذكر من فاته الاستماع، بشير بن سعيد في المرمى، زياد مشموم قائد فريق، فهمي بن رمضان، محمد الصغراوي، فادي العرفاوي، معتصم صبو، كوني خلفه، الياس الجلاسي علي العمري،
شافيو موموني وحسام التقاع. كرة لصالح الفريق الاثيوبي، توغل داخل المنطقة وتمشي ضربة 6 امتار وتعود من الحارس البشير بن سعيد. طاقم تحكيم مغربي يقوده كريم صبري بمساعدة يوسف نصيري وحمزة مبروك مساعدين. حكم الرابع عادل زراق والمراقب الجزائري عمر بهلول او عمر بهلول. كره لصالح الاتحاد المنستيري، ممتازه الكره لكن تصطدم بالدفاع، تصطدم بالدفاع وياخذها الحارس سماكينجي. يحاول طبعا الاتحاد المنستيري يضغط على منافسه في مناطقه، اجباره على ارتكاب الاخطاء، فتح الممرات وايجاد الثغرات المؤديه الى مرمى الحارس سماكينجي. من اوكد واجبات لاعبي الاتحاد الرياضي المنستيري في هذه الفتره الثانيه لدعم الاسبقيه والمحافظه على نظافه الشباك. كره تقطع وثم رايه التسلل، ثم رايه من المساعد الاول يوسف نصيري. امامنا على الصوره ويخرج البشير بن سعيد، يخلي الكره لمحمد الصغراوي. 6 دقائق منذ بدايه الشوط الثاني، كره توصل لعلي العمري، تتقص من جانب الفريق الاثيوبي عن طريق اللاعب اليمو قديسا. مازال الهجوم لصالح الفريق الاثيوبي وثم التغطيه، ثم التغطيه من فادي العرفاوي ويربح المخالفه في حواره مع اللاعب ميكينغو. ستعود الكرة بضربة مخالفة، هاي الإعادة بين ميكينغو وكذلك فادي العرفاوي، وضربة مخالفة لصالح الاتحاد الرياضي المنستيري. ترجع لياس جلاسي في اتجاه فهمي بن رمضان ممتازة في اتجاه علي العمري قدامه مدافع. علي العمري التوزيع، ما زالت الكرة لصالح الاتحاد المنستيري. فرصة الثاني ولكن الدفاع أسبق من شافيو ماموني. كما قال ذاكر مربوطة في هدف بالنسبة لهذا اللاعب الغاني، يدخله طبعا في أجواء الفريق وفي أجواء المقابلات. بالتأكيد مش بالأمر الهين تعويض لاعب في قيمة أنتونيو كبوتو هداف البطولة في الموسم الفارط، ولكن في نفس الوقت شافيو ماموني ممكن يطلب شوية وقت حتى ينسجم أكثر، حتى يتكامل أكثر مع بقية زملائه، ومؤكد أنه هدف قد يأتي في الدقائق القادمة من هذا اللاعب يزيد يسهل له مهمته أكثر. ضغط من فهمي بن رمضان، كرة ترجع من الدفاع الأثيوبي، مسألة الكرة لصالح الفريق الأثيوبي، ترجع لفريق الاتحاد المنستيري. لياس جلاسي ممتاز لياس جلاسي، وثم المخالفة لكن الحكم يقول يتواصل اللعب. الحكم يأمر بمواصلة اللعب. كرة تخرج من قائد الفريق يرد بيلاي، وثم طبعا المتابعة من فهمي بن رمضان، لكن الدفاع يتصدى. ترجع من جديد لصالح الاتحاد الذي المنستيري، مازال الفريق الاثيوبي في الهجوم. توزيع ويخرج البشير بن سعيد، ياخو كورتو بشير بن سعيد، يستنى زملائه. وثم طبعا تغيير قادم في تشكيله الاتحاد الذي المنستيري، هذا يوسف العبدلي ولد اللاعب الدولي السابق لسعد العبدلي. يوسف العبدلي القادم من الترجي التونسي في اول ظهور في تشكيله الاتحاد الذي المنستيري. كره من معتصم صبو ثم علي العمري في اتجاه فهمي بن رمضان وترجع من الدفاع. ترجع الكره من دفاع الفريق الاثيوبي من كوليبالي كادير، ومتفطن المعتصم ويربح رمية التماس في العمليه الاخيره لصالح الاتحاد الرياضي المنستيري. باش يخرج اذا المهاجم الغاني رقم 20 شافيو ماموني يغادر.
وباش ياخذ مكانه يوسف العبدلي. يعني خذا تقريبا 55 دقيقة ويدخل يوسف العبدلي كما قلت. يعني من صعب باش تقيم امكانيات لاعب على مقابلة او اقل. هذه كرة لصالح الاتحاد المنصري. الياس جلاص يسقط داخل المنطقة لكن الحكم يأمر بمواصلة اللعب. الحكم يأمر بمواصلة اللعب. ستأتي الصورة الإعادة طبعا وسنتثبت جيدا من اللقطة الأخيرة. كرة طويلة في عمق الدفاع الأثيوبي سهلة عند الحارس سماكينجي. هاي الإعادة الياس جلاسي يتوغل الياس جلاسي. لست أدري لماذا الحكم. شوف الساق نتاع المدافع موجوده، يعني واحد حط ساقه والثاني عرضه، معناها العرقله كانت واضحه. معناها لهنا الحكم كان بامكانه باش يعلن عن ضربه جزاء. يتوغل عليه العامري، ممتازه في اتجاه جلاسي، جانبيه فرصه الهدف الثاني تضيع على الياس جلاسي. كانت ممتازه من علي العامري. الياس جلاسي هاي الاعاده. ينطلق علي العمري يتوغل ويحط كرة في موقع ممتاز للياس جلاسي. في الواقع أعطاها حقها ولكن الكرة ما حبتهش، مرت جانبية أو طبعا تغير اتجاهها من الدفاع. فرصة أخرى لخط هجوم الاتحاد الذي مونستيري وضربة الركنية لصالح الاتحاد الذي مونستيري. ضربة الركنية لصالح الاتحاد في توقيت 56 دقيقة لعب في هذا الشوط الثاني. تتنفذ ضربة الركنية، ترجع من جديد للجلاسي. الجلاسي يوزع والهدف الثاني. فهمي بن رمضان يضاعف النتيجة. فهمي بن رمضان ينهي الموضوع. يعني نتكلموا على قلة نجاعة، نتكلموا على حظ ممكن أدار ظهره للاتحاد في بعض اللقطات، وفهمي بن رمضان في الكرة الأخيرة يتمكن من مضاعفة النتيجة. فعلا الاتحاد الذي مونستيري بحكم السيطرة اللي قاعد يفرض فيها، محاولاته المتعدة على دفاع الفريق الأثيوبي، يستحق أهداف أخرى. فهمي بن رمضان هاي الإعادة. الكرة ترجع من الدفاع، ترجع للياس جلاسي من جديد، يحطها الفهمي بن رمضان اللي طبعا كان طليق. هاي الإعادة ممتازة من الياس جلاسي، وفهمي بن رمضان المدافع الهداف يسجل مطلع الدقيقة 57. 12 دقيقة لعب في الشوط الثاني، فهمي بن رمضان يسجل الهدف الثاني 2-0. أكثر راحة الاتحاد الذي مونستيري، وطبعا المجال مفتوح إن شاء الله أمامه لمزيد من الأهداف. 2-0 علي العمري في الدقيقة الثالثة من الشوط الأول، وفهمي بن رمضان في الدقيقة 57، يعني دقيقة 12 من الشوط الثاني. هدفين مقابل صفر، في انتظار أهداف أخرى. ربما المحلين محمد أمين كمون ومجدي المصرات يتوقعوا ثلاثية. شخصيا أتوقع أكثر رغم الامكانيات المحترمه للفريق الاثيوبي، ولكن اعتقد ان الاتحاد مونستيري قادر باش يسجل اكثر من 3 اهداف. كره لصالح الاتحاد الذي مونستيري برميه تماسه تعود امامنا. الياس جلاسي ما يسجلش، يصنع الاهداف. هذا هو دور اللاعب اللي تقريبا باجماع اغلب الفنيين كان من افضل ما فما في الموسم الفارط. مردود ممتاز واهداف حاسمه ودور كبير في المرتبة اللي أنهى فيها الاتحاد المونستيري الموسم، إلى جانب طبعا التتويج بكأس الزعيم الحبيب بورقيبة. فرصة أخرى للاتحاد، ما زال الضغط من جانب الاتحاد المونستيري. الياس جلاسي والمخالف ضربة المخالفة لصالح الاتحاد الذي مونستيري. المايسترو الياس جلاسي والتدخل من لاعب رقم 19 سيميكيت باشا. تدخل من الخلف يستحق الانذار بكل صراحة. يعني القرار الفني ومعه القرار الإداري اللي هو البطاقة الصفراء.
ضربة المخالفة لصالح الاتحاد الرياضي المنستيري والتنفيذ من ياسر جداسي في موقع ممتاز. طبعا المختصين في التقاط الكرات وفرصة أخرى تضيع، فرصة أخرى تضيع، ثم راية تسلل في الواقع، ثم راية تسلل، قلت الكرات الثابتة، هناك من يجيد في الاتحاد الذي منسير التقاطها. فهمي بن رمضان صاحب الهدف الثاني قائد الفريق زياد مشموم، يعني عندهم القدرة على أحداث الفارق في مثل هالوضعيات هذه، يرجع الهجوم المعاكس وطبعا ردوا بالنا كما ينبغي. بالنسبة للاتحاد الذي منسير يحتاط أكثر في مناطقه من تحركات الفريق الأثيوبي. كرة من فهمي بن رمضان، يطول فهمي بن رمضان في اتجاه ياسر جداسي، ياسر جداسي، ياسر جداسي يحافظ على كورته، ياسر جداسي يبعد على باشا، ياسر جداسي يحافظ على الكرة لكن تتقص، تعود لصالح الفريق الأثيوبي عن طريق اللاعب سيد المهدي. والكرة تمشي رمية التماسي لصالح الاتحاد الرياضي المنستيري. طبعا مقابلة الإياب تزداد يسرا بالنسبة للاتحاد كلما سجل المزيد من الأهداف وكلما حافظ على طبعا نظافة شباكه وخلوها من الأهداف. كرة لصالح الاتحاد الرياضي المنستيري، توزيع ممتازة للعملية لكن الدفاع في مرة أولى وفي مرة ثانية، محاولة الضغط من جانب الاتحاد المنستيري، محاولة الضغط ويدخل محمد الصغراوي، محمد الصغراوي في اتجاه زياد مشموم، مشموم مشموم مشموم، التوزيع والالتقاط ما كانش بالشكل المناسب من يوسف العبدلي، حب ياخذها مقصيه ولكن توقيت استقباله للكره ما كانش جيد، خيرها في غيرها يوسف. ترجع الكره من جديد لصالح الاتحاد الذي منستيري، فادي العرفاوي، فادي العرفاوي في اتجاه محمد الصغراوي. ادركنا 61 دقيقه لعب الى حد الان، يعني ربع ساعه اول انتهى، دخلنا في الربع ساعه الثاني، الاتحاد متقدم بهدفين مقابل صفر. في انتظار المزيد اذكر بصاحبي الهدفين، علي العمري في الدقيقه الثالثه وفهمي بن رمضان في الدقيقه 57. كره ترجع بضربه مخالفه لصالح الاتحاد، تتنفذ بشيء من التسرع من فهمي بن رمضان، تضيع على الاتحاد الذي منستير وياخذها الفريق الاثيوبي، لكن ثم فهمي بن رمضان يصلح الى المعتصم صبو، معتصم صبو خاطئه وكره بعيد، كره بعيده على مرمى الحارس البشير بن سعيد. ضربة 6 أمتار لصالح الاتحاد الذي منستيري، باش ترجع الكرة من الحارس، هاي الإعادة للعملية الأخيرة تاع يوسف العبدلي. يوسف العبدلي يعني استقبال الكرة لو كان يعني كان بالتايمينج اللي هو لكان هدفا طبعا آية في الروعة والجمال. وكرة ترجع من دفاع الفريق الأثيوبي عن طريق يرد بيلاي قائد الفريق. أكيد توقيت الهدف يعني في 12 دقيقة من الشوط الثاني توقيت ممتاز، ينحي برشا ضغط على الاتحاد الرياضي المنستيري، يحرر أكثر اللاعبين، يعطيهم ثقة أكثر في إمكانياتهم باش يزيدوا يقبلوا على المباراة ويسجلوا أهداف أخرى. السيناريو إلى حد الآن ما نعتقدش أنه لسعد جردة يتمنى أفضل من هذا السيناريو، هدف في الدقيقة الثالثة يعني تحلت الشبكة على بكري، ثم هدف ثاني في الدقيقة 12 في انتظار طبعا المزيد من الأهداف، والاتحاد قادر على ذلك وزيادة. الكرة ترجع لصالح الفريق الأثيوبي، فريق فاسي كينيما ضيف الاتحاد الرياضي المنستيري. كما قلت طبعا هيئة الاتحاد بكل أمانة يعني قامت بالواجب وزيادة مع الوفد الأثيوبي، حفاوة الاستقبال وكرم الوفادة، كل الظروف كانت يعني ممتازة، إقامة وتنقلا وتدريبات، ونأمل أن الاتحاد طبعا يحظى بنفس ما حظي به منافسه في لقاء الذهاب، في لقاء العودة في أثيوبيا. كرة باش ترجع من فهمي بن رمضان برمية التماس، فهمي بن رمضان في اتجاه علي العمري، ترجع من دفاع الفاسيل كينيما، متفطن متفطن فادي العرفاوي لكن ما لقاش المعاهدة، يخلط حسام تقاع
والكرة في التماس أو الكوني خلفه أمامنا على الصورة. كرة لصالح الفاسيل كينيما وضربة المخالفة. ضربة المخالفة لصالح الفريق الأثيوبي في مناطق الاتحاد النادي المنسيري في توقيت 64 دقيقة لعب. نقترب من 20 دقيقة في هذا الشوط الثاني. والاتحاد متقدم بهدفين مقابل صفر. ترجع الكرة من الدفاع. أكيد لسعد جردة في راحة ما بين الشوطين كيما أعطى توصيات للاعبيه يعني لحسن التصرف في الفرص اللي تتاح لهم وقت اللي يكونوا في وضعية هجومية، كيما نبههم كذلك من طبعا الوضعيات الدفاعية. الانتباه جيدا من فريق أثيوبي بكل صراحة، يعني أعطى الانتباه أنه فريق جيد الإمكانيات. كرة لصالح الاتحاد النادي المنستيري. زياد مجموم، توزيع من زياد مجموم، الفهمي بن رمضان لكن أسبق منه، أسبق منه المدافع، أسبق منه سيميكيت باشا. وكرة في مناطق فريق فاسيل كينيما أثيوبيا، طبعا اللي كانت تسمى الحبشة، موقع جغرافي مرتفع على سطح البحر كما دار منذ حين بين الذاكر والمحللين. العنصر هذا طبعا عنده قيمته وعنده أهميته، وما نعتقدش أنه لسعد جردة والطاقم اللي معاه، أقصد لهنا الطاقم الطبي والفني، يعني ما نعتقدش أنهم ما فكروش في الجانب هذا. بالتأكيد ثم احتياطات، لأنه نعرفوا كل ما زاد الارتفاع يعني التنفس يولي أصعب. هذاك علاش الفريق الأثيوبي يعني قاعدين نلاحظوا أنه ملاعبيكم يجريوا برشا، لقين ممكن سهولة في التعامل مع الوضع المناخي اللي لقوا فيه رواحهم لهنا في مدينة المنستير. في المقابل طبعا عنصر الارتفاع، إن شاء الله طبعا الاتحاد النادي المنستيري يتجاوزوا، وبالتأكيد أسبقية الذهاب مع قدرة على التألق في لقاء العودة. ما نتصورش الاتحاد باش يمشي لأثيوبيا يلعب الدفاع. الاتحاد منذ مواسم فريق هجومي، فريق يلعب الكرة الهجومية، فريق يبحث على الأهداف سواء كان على أرضه أو خارج ميدانه. خاصية نعتقد أنها باش ترافقه في رحلة أثيوبيا، لأنه خيار الدفاع بالهجوم خيار مهم، ينجم طبعا يعطي أسبقية أخرى للاتحاد النادي المنستيري في لقاء العودة. بالتأكيد مع طبعا الاحتياط جيدا من ردة فعل المنافس، ولو أنه ردة فعل المنافس طبعا تقعد مرتبطة بحجم الأسبقية اللي يخذها الاتحاد واللي باش ياخذها إن شاء الله، واللي إن شاء الله تكون أكثر من ثنائية وأكثر من ثلاثية. مجدي المصراتي محمد أمين كمون يتوقعوا الثلاثية، أنتظروا أكثر من الثلاثية، مازالت المقابلة طويلة. والاتحاد الذي منستيري طبعا عنده الحلول، عنده الحلول في مختلف الخطوط. عنصر الاستمرارية، الاستقرار، الهدوء، كلها عوامل خلت الفريق هذا طبعا ينجح ويواصل مسيرته بكل توفيق وبكل نجاح. كرة أخرى لصالح الاتحاد المنستيري، ممتاز علي العمري، علي العمري يدخل المنطقة، علي العمري، علي العمري لهنا حب يقوس الكرة ولكن ما تجاوبتش معاه. كان بإمكانك يا علي تلعب مع زملائك، كان ينجم يكون الهدف الثالث. حب ربما يحط الكرة في زاوية صعيبة على الحارس ولكن ما خذتش الاتجاه اللي حب عليه علي. فرصة أخرى تضيع على خط هجوم الاتحاد. علي العمري صاحب الهدف الأول منذ الدقيقة الثالثة من اللقاء، قبل ما يتمكن فهمي بن رمضان من إضافة الهدف الثاني في الدقيقة 57 الثانية عشرة بتوقيت الشوط الثاني. كرة لصالح الفريق الأثيوبي عن طريق اللاعب مينغوستو. مينغوستو يرجع بها إلى الوراء إلى كادير كوليبالي. كادير كوليبالي، ما زالت الكرة لصالح الفريق فاسيل كينيما. ومتفطن دفاع الاتحاد، متفطن دفاع الاتحاد، متفطن، وتغطية ممتازة من الكوني خلفه. كرة طويلة في عمق الدفاع الأثيوبي، متفطن الحارس، أسبق سماكينجي، أسبق من علي العمري.
ياخذ الكرة يكون خلفه، ثم فهمي بن رمضان، فهمي بن رمضان يطول، فهمي بن رمضان ما فماش تسلل، ما فماش تسلل يوسف العبدلي، ما فماش تسلل، والكرة تعود من جديد لصالح الاتحاد الذي منستيري. علي العمري تضيع عليه الكرة، ترجع لصالح الفريق الاثيوبي عن طريق اللاعب سامويل. سامويل عرضية والمتابعة موجودة من زياد مشموم، ممتاز زياد مشموم، يتوغل زياد، يتوغل زياد، يبحث عن التوزيع، يستنى في المعاضدة، ينتظر، كرته تصطدم بالمدافع، تصطدم بالمدافع وتخرج من دفاع الفريق الاثيوبي. زياد مشموم خذا وقته، ولكن التوزيعة ما كانتش بالدقة اللازمة. كما قلت السرعة مطلوبة أكيد والتسرع مرفوض. ما زالت المقابلة طويلة، ما زالت أكثر من 20 دقيقة في عمر اللقاء، والاتحاد قادر في هذا الحيز الزمني على إضافة أهداف أخرى إن شاء الله، وهو متقدم إلى حد الآن بهدفين مقابل صفر. الإطار هي جولة الذهاب للدور التمهيدي الأول لكأس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم. هي الإعادة، ثم لمسة اليد، ثم لمسة اليد، القائد الفريق يعني كان داخل المنطقة، شوف الإعادة والكرة لصالح الاتحاد منستيري، والثالث اي 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 الثالث يضيع، الثالث يضيع على خط هجوم الاتحاد الرياضي منستيري. علي العمري او فهمي بن رمضان، فهمي بن رمضان، فرصة الثالث، شوف 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 شوف, شوف. يعني توزيعة كانت مقشرة، كورة مقشرة على الفهمي بن رمضان، ولكنه ما كانش محظوظ، يتحسر على ضياع فرصة الهدف الثالث على الطبق، ولكن تسديدته ما كانتش طبعا بالدقة اللازمة. جايات أكثر من رايحات يا فهمي، ما زالت المقابلة طويلة، 71 دقيقة لعب. يرجع الفريق الأثيوبي من جديد في الهجوم، وثم راية من المساعد، والكرة سعود لصالح الاتحاد الرياضي منستيري. ترجع الكرة لصالح الاتحاد الرياضي منستيري، فهمي بن رمضان في اتجاه الياس جلاس، الياس جلاس، الياس جلاس، يتوغل الياس جلاس، يتوغل الياس جلاس، ممتازة العملية في اتجاه المشموم، التسديد من غير تركيز، من غير تركيز، زياد كان ينجم يعمل أفضل. مازالت الكرة لصالح الاتحاد الرياضي منستيري، التوزيع فوق المرمى، اي 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 اي، فرصة أخرى تضيع على خط هجوم الاتحاد الرياضي منستيري. الياس جلاسي، تعددت الفرص، تعددت الفرص، هاي الإعادة، هاي الإعادة، علي العمري، علي العمري يضيع على الثالث، ولو أنه لهنا ما نجمش نتكلم على طريقة أخرى غير اللي استقبل بها علي الكرة. لهنا فهمي بن رمضان أمام شباك خالية، كرة ما زالت لصالح الاتحاد منستيري، يتوغل التصويب، لست أدري، ما نعرفش حب يوزع ولا حب يعطي كرة لزميله. تضيع الفرصة على خط هجوم الاتحاد، تضيع الفرصة على خط هجوم الاتحاد. الياس جلاسي ما زالت طبعا الاتحاد الذي منستيري في بضع دقائق نجم نقول تقريبا ثلاثة أهداف، ثلاثة أهداف ضاعوا، ثلاثة أهداف ضاعوا على الاتحاد الذي منستيري. ياسر جلاسي لهنا ما كانتش تصويبه، ما كانتش توزيعه، ما كانتش تمريره لزميله. على كل، ما زالت المقابله طويله، يرجع الهجوم لصالح الاتحاد، زياد مشموم، زياد مشموم، والدفاع يتدخل، ما زالت الكره لصالح الاتحاد منستيري، حسام تقاع، حسام تقاع، حسام تقاع، التسديد، وما زالت الكره لصالح الاتحاد منستيري، لكن تضيع، تضيع، المعتصم في المتابعه، والكرة تخرج، تخرج لصالح الاتحاد، تخرج الكرة لصالح الاتحاد، رمي التماس، رمي التماس بإشارة من المساعد الأول، المساعد الأول يوسف نصيري، طاقم تحكيم مغربي بقيادة كريم صبري، مساعد أول يوسف نصيري، مساعد ثاني حمزة مبروك، حكم الرابع عادل زراق، ومراقب المباراة هو الجزائري عمر بهلول. كرة لصالح الاتحاد الذي منستيري، ما يتحكمش في الكرة وتمشي رمية التماس. زياد مشموم، زياد مشموم قاعد يبذل في مجهود كبير على مستوى الجهة اليمنى، مشط الميدان بالطول والعرض في انتظار طبعا مزيد تتويج الفرص
العديدة التي أتيحت إلى حد الآن الاتحاد الذي مونستيري، وإن شاء الله الاتحاد ما يندمش عليهم. ها إن شاء الله طبعا الاتحاد الذي مونستيري يسجل أهداف أخرى. كرة أخرى لصالح الاتحاد، علي العمري، التمهيد والتصويب وضربة ركنية، ضربة ركنية، ضربة ركنية لصالح الاتحاد الذي مونستيري بعد محاولة الكوني خلف أمامنا على الصورة. ياسر جلاسي في اتجاه زاوية الركنية لتنفيذ ضربة الركنية لصالح الاتحاد. ياسر جلاسي وضربة ركنية وفرصة أخرى للاتحاد الذي مونستيري بإدراك شباك الحارس سماكينجي. ياسر جلاسي يرفع الكرة لياسر جلاسي، ومرة أخرى مرة أخرى الاتحاد غير محظوظ، مرة أخرى فرصة الثالث تضيع، هذه المرة على الليبي المعتصم صب. وهي الإعادة، هاي الإعادة انتهت على المعتصم وضاعت الكرة. برشا فرص للاتحاد الذي مونستيري، وطبعا عنصر النجاعة مطلوب، الاستراحة الفنية، الاستراحة الفنية طبعا بالتأكيد لسعد جردة عنده ما يقول لملاعبيته، عنده ما يحكي مع ملاعبيته، خاصة فيما يتعلق بالمردود الهجومي. ثم غزارة في العطاء، ثم حركة، ثم خدمة كبيرة، ثم كرة قاعدة تدور جيدا، ولكن المطلوب داخل منطقة 6 أمتار حسن استغلال الفرص، حسن التعامل مع الكرات. ولو أنه ما نجمش ننكر جانب الحظ، خاصة كرة فهمي بالرمضان أمام شباك خالية، فهمي بالرمضان يعني كانت واضحة تمام الوضوح، ولكن الحظ ما كانش مع فهمي. إن شاء الله يكون إلى جانبه وإلى جانب زملائه في الدقائق القادمة. مازالت طبعا 15 دقيقة أخيرة، نتمنى أن يتوفق فيها الاتحاد الذي مونستيري في تحقيق المزيد من الأهداف. هو صحيح متقدم إلى حد الآن بهدفين مقابل صفر، هذا ممتاز، في انتظار طبعا المزيد كما قلت في بداية النقل لضمان أوفر حظوظ السفر بالراحة المطلوبة إلى أثيوبيا في رحلة بالتأكيد هيئة الاتحاد الذي مونستيري انطلقت في الإعداد لها، طبعا في انتظار طبعا الكشف على بقية التفاصيل في خصوص المسلك اللي باش ياخذوا فريق الاتحاد الذي مونستيري في طريقه الى اثيوبيا، وكذلك المدة اللي باش ياخذها قبل المباراة، لانه كي نتكلم على جانب الارتفاع ثم طبعا وقت معين لابد انه ناخذوه بعين الاعتبار حتى اللاعبين ما يتأثروش بعنصر الارتفاع. بالتأكيد هذه مسائل تقنية، الإطار الطبي للاتحاد الذي مونستيري بالتنسيق مع الإطار الفني يعرف جيدا ما هو ما عليه. على كل بسترجع الكرة بضربة 6 أمتار من جانب الفريق الأثيوبي فاسيل كينيما من الحارس سماكينجي، يرفع كرة طويلة ترجع من المعتصم صبو، ثم محمد صغراوي، صغراوي والكرة في التماس بعد تدخل من الكوني خلفه، رمي التماس لصالح فريق فاسيل كينيما، عودة بالكرة إلى المناطق الخلفية من قائد الفريق ياريد بيلاي، كرة لصالح الفريق الأثيوبي، وتدخل من فهمي برمضان يحطها في التماس، تدخل من فهمي برمضان مع اللاعب رقم 13 سيد المهدي، كرات قصيرة بين لاعبي الفريق الأثيوبي، والانتباه مطلوب من دفاع الاتحاد الذي مونستيري في التوغلات اللي يقوم بها الفريق فاسيل كينيما، محاولة هجومية من سيد المهدي، يرجع بالكرة إلى ياريد، قاعد يتحكم في الكرة الفريق الأثيوبي،
والاتحاد الرياضي المنستيري طبعا مطالب بغلق المنافذ نتاعه جيدا. احكام سد كل المنافذ امام الفريق المنافس. ستعود بضربه مخالفه لصالح فريق فاسيل كينيما. اعاده للعمليه الاخيره فيها ضربه مخالفه ضد يوسف العبدلي لفايت اللاعب رقم 27 ازانوي اللي خذا مكانه منذ قليل في التشكيله الاساسيه. ضربه مخالفه امام جدار دفاعي يتكون من يوسف العبدلي و الياس جلاسي ومراقبه طبعا داخل منطقه الجزاء رجل لرجل بتوجيه من الحارس البشير بن سعيد. فانتظار التنفيذ تتنفذ الكره وترجع من دفاع الاتحاد المنستيري الياس جلاسي. الياس جلاسي يخرج بالكره ولكن يسترجعها الفريق الاثيوبي. يخرج الحارس السمكين ثم تعود من الكوني خلفه. ثم طبعا قديسة في المتابعة إلى أزانوي الهادي خلفه. ممتازة من الهادي خلفه في اتجاه الياس جلاسي. الياس جلاسي يبحث على علي العمري. علي العمري قدامه قائد الفريق ياريد بيلاي. علي العمري يستنى في المعافدة. علي العمري علي العمري يتوغل. ممتاز علي العمري يدخل المنطقة. علي العمري يلا الهدف الثالث في الانتظار والهدف لا جانبية جانبية. فرصة الثالث مرة أخرى تضيع على خط هجوم الاتحاد المنستيري. علي العمري عمل المطلوب منه هاي الإعادة. فسخ المدافع الأول فسخ الثاني توغل رفع الكرة استقبلها فهمي بن رمضان ترجع من جديد وكرة مشموم تمر جانبية. كرة القائد زياد مشموم الرأسية كانت جانبية بقليل. يتوقف اللاعب لإسعاف الكوني خلفه على ما أعتقد من جانب الاتحاد الرياضي المنستيري. الكرة هي باش ترجع بضربة 6 أمتار من جانب الفريق الأثيوبي. 82 دقيقة لعب إلى حد الآن. الاتحاد متقدم بهدفين مقابل صفر. علي العمري في الدقيقة الثالثة هاي الإعادة للعملية الأخرانية. علي العمري كرة فهمي بن رمضان يستقبلها مشموم اللي ما كانش محظوظ. كورته مرت بجانب المرمى بقليل. هدف ثالث اخر يذيع على خط هجوم الاتحاد الرياضي المنستيري. كرة ترجع لصالح الفريق الاثيوبي. 8 دقائق على اقصى تقدير على نهاية الوقت الاصلي. ياخذ الكرة علي العمري. ممتاز علي العمري يستنى. علي العمري ينتظر وثم ضربة المخالف. ثم ضربة المخالفة لصالح الاتحاد الذي المنسيري. الكوني خلفه طبعا يستنى اشارة الحكم باش يرجع بعد التداوي. وثم كذلك اللاعب ادريس المحيرسي. باش ياخذ مكان الياس جلاسي. ثاني تغييرات الاتحاد الذي المنسيري بعد خروج شافيو موموني ودخول يوسف العبدلي. ادريس المحيرسي يعوض الياس الجلاسي. كره لصالح الاتحاد الرياضي المنستيري. ما ياخوهاش زياد مشموم وتمشي رمي التماس. لصالح الاتحاد. تنفذ من مشموم في اتجاه العبدلي. مشموم نزلت الكره لصالح الاتحاد الرياضي المنستيري. حسام تقال يرجع بها الفادي العرفاوي. الى محمد الصغراوي. في مناطق الاتحاد الذي منستيري. الاحتياط واجب طبعا. مبدا السلامه من بشير بن سعيد يرفع كره طويله وثم المتابعه من دريس المحيرس والكره بعيده على يوسف العبدلي. بعيده الكره اسبق منه الحارس سمكينجي. كره لصالح الاتحاد الذي منستيري من جديد. المعتصم صبو الى محمد صغراوي. فادي العرفاوي. في اتجاه زياد مشموم. الى الكوني خلفه. فادي العرفاوي
نقترب من 84 دقيقة لعب في هذا اللقاء، 6 دقائق على أقصى تقدير على نهاية الوقت الأصلي. ترجع الكرة ميكوني خلفه إلى الحارس البشير بن سعيد، يطول البشير بن سعيد في اتجاه العبدلي، يلا عبدلي لكن بعيدة بعيدة وسهلة عند الحارس سماكينجي. كرة تخرج من قائد الفريق ياريد بيلاي في بداية هجوم لصالح الفريق الأثيوبي، فريق فصيل كينيما. عودة بالكرة إلى ياريد قائد الفريق، ثم القديسة اليمو ياريد، وترجع من الكوني خلفه في اتجاه حسام تقا. حسام تقا يرجع بها الفادي العرفاوي، فادي العرفاوي لمحمد صغراوي، صغراوي في محور دفاع الاتحاد الذي مونستيري، يطول في اتجاه مشموم، يعمل الترويف زياد مشموم، يستنى المعافضة، يتعدى حسام تقا، يتعدى حسام، حسام حسام وفوق المرمى. كرة ادريس المحيرسي فوق المرمى، ضربة 6 امتار لصالح الاتحاد، لصالح هاي الاعادة. تعدى حسام تقا بمنتهى الدقة التوزيعة واستقبال الكرة من ادريس المحيرسي، ولكنها فوق مرمى الحارس سماكينجي. في 85 دقيقة لعب، مازال الهجوم لصالح الاتحاد الذي مونستيري، توزيع والحارس ما ياخوهاش. ترجع الكرة من الدفاع، ترجع من الدفاع، مازالت المقابلة، الاتحاد الذي مونستيري من جديد في الهجوم. زياد مشموم، زياد مشموم، ويربح ضربة مخالفة، يربح ضربة مخالفة. مجهودات كبيرة اليوم بذلها قائد الفريق زياد مشموم، طبعا تحرك كالعادة، كان ناشط. توصل الكرة زياد مشموم، زياد مشموم يتوغل، زياد مشموم، التوزيع من زياد مشموم، لكن ضعيف التوزيع، ضعيف التوزيع. تخرج من الدفاع الأثيوبي، تخرج من الدفاع الأثيوبي، ثم التغطية من الصغراوي، ثم الكوني خلفه قاعد يتبع، كوني خلفه، كوني خلفه في المتابعة، ممتاز الكوني خلفه، ممتاز الكوني خلفه، ممتاز، خبرة كبيرة من هذا اللاعب، عرف كيفاش يوقف الهجمة متاع اللاعب أزانوي. هاي الإعادة، ثم ذكاء، وفرض عليه طبعا ارتكاب الخطأ في توقيت صعيب من عمر المقابلة، 3 دقائق على نهاية الوقت الأصلي. وبالتأكيد الاتحاد مونستيري المحافظ على الأسبقية، ولما لا دعمها، لأنه المقابلة ما زالت موفتش، والأهداف قد تأتي بين الحين والآخر. أسبقية بهدفين مقابل صفر تكون أفضل وأحلى إذا كان يوليو 3، مع طبعا الاحتياط جيدا من تحركات الفريق الأثيوبي. محاولة الضغط، محاولة الضغط، توصل الكرة إلى ياريد بيلاي، ثم ميغوستو، سيرافيل ميغوستو، تبادل الكرة بين لاعبي الفريق الأثيوبي ودفاع الاتحاد الذي مونستيري، ومرت بسلام، مرت بسلام، تمشي ضربة 6 أمتار، ضربة 6 أمتار. هاي الإعادة للعملية الأخيرة كانت اختيرة على دفاع الاتحاد، ومرت بسلام، وضربة 6 أمتار لصالح الاتحاد الذي مونستيري. بشير بن سعيد باش يرجع الكرة للعب قبل دقيقتين على نهاية الوقت الأصلي، في انتظار طبعا إشهار الوقت البديل من الحكم الرابع معتصم صبو. معتصم صبو في المتابعة، توزيع وخطير على دفاع الاتحاد، والدفاع تصطدم بالعارضة ومرت بسلام. الحذر، كل الحذر من تحركات الفريق الأثيوبي، أصبح يشكل خطرا على دفاع الاتحاد في هذه الدقائق. خروج بالكرة ضروري، تضيع مرة أخرى، وبشير بن سعيد، بشير بن سعيد، بسرعة استغلال المساحات، بسرعة بسرعة استغلال تقدم لاعبين الفريق الأثيوبي، والقائد الفريق متفتن، قائد الفريق ياريد متفتن، أسبق من دريس المحيرسي. كرة لصالح الفريق الأثيوبي من أليمو قديسة، تقطع لصالح الاتحاد الذي مونستيري. فهمي بالرمضان يعمل مراوغة، فهمي بالرمضان، فهمي بالرمضان، الحل عند علي العمري، ما يستقبلهاش بشكل جيد، في علي
يرجع الهجوم لصالح الفريق الاثيوبي. ثم فهمي برمضان يتواصل الهجوم لصالح الفريق الاثيوبي. خطيرة على دفاع الاتحاد مونستيري وترجع من جديد، ترجع ملكوني خلفه. مازال الهجوم من جانب الفريق الاثيوبي والدفاع يتصدى. قبول اللعب اكثر من اللازم في هذا التوقيت. يعني الاتحاد مطالب انه في الدقائق المتبقيه كما يستحفظ على دفاعه، كما يفكر في استغلال طبعا المساحات. ينطلق ادريس المحيرسي، ينطلق ادريس المحيرسي ومعها بطاقه صفراء، معها بطاقه صفراء، ضربه مخالفه ضد اللاعب الاثيوبي رقم 13 سيف السيد المهدي. ضغط كبير كان مسلط على دفاع الاتحاد كما كنتم تشاهدون. كرة انهالت على العارضة و لحظات الأخيرة في الوقت الأصلي. كرة لصالح الاتحاد الذي مونستيري في اتجاه زياد مشموم. زياد مشموم إلى حسام تقاع، ثم ضربة مخالفة لصالح الاتحاد، ثم ضربة مخالفة لفريق الاتحاد الذي مونستيري. أربعة دقائق كوقت بديل. كوني خلفه باش يخلي مكانه لروجي أولو لاعب الإيفواري قادم من سان بيدرو. إذا كوني خلفه أمامنا على الصورة، يخلي مكانه للإيفواري روجي أولو. وضربة المخالفة لصالح الاتحاد الذي مونستيري تتنفذ، والهدف فانت لا دفاع يتدخل. ضربة الركنية لصالح الاتحاد الذي مونستيري، ضربة الركنية لصالح الاتحاد الذي مونستيري. مازال أولو على دخوله، كاد طبعا باش يكون الهدف الثالث. ضربة الركنية لصالح الاتحاد الذي مونستيري في هذه اللحظات وهذه الدقائق الأخيرة. كما قلت الوقت البديل قدر الحكم بأربع دقائق، إلى حد الآن تقريبا دقيقتين تعداو. إن شاء الله يكونوا كافيين للاتحاد باش يضيف هدف آخر على الأقل، ويحافظ كذلك على أسبقيته. كرة ترجع من محمد الصغراوي إلى زياد مشموم. زياد مشموم باهي كرة في اتجاه ادريس المحيرسي. ادريس المحيرسي، ادريس المحيرسي يرجع بها في اتجاه فادي العرفاوي. فادي العرفاوي الى محمد الصغراوي. محمد الصغراوي في اتجاه المعتصم صبو. المعتصم وكرة في اتجاه حسام تقاوي، يربح المخالفة. ضربة مخالفة لصالح الاتحاد الريدي المنسيري. تدخلات قوية من جانب لاعبي الفريق الاثيوبي. والحكم هذه المرة يكتفي بالقرار الفني، اعطى المخالفة دون انذار، رغم اللي طبعا اللقطة تتطلب الانذار. كرة ترجع علي العمري، علي العمري لشكون، تخرج من دفاع فريق فاسيل كينيما الطويلة، والكرة لصالح الاتحاد الذي مونستيري. روجي أولو إلى دريس المحيرسي، دريس المحيرسي، دريس المحيرسي حافظ على الكرة، يرجع بها روجي أولو. روجي أولو في اتجاه حسام تقا. محمد الصغراوي، محمد الصغراوي الثواني الأخيرة. فهمي بن رمضان في اتجاه علي العمري، علي العمري. ثم بالتأكيد حتى يعني التعب والإرهاق مؤكد عندهم تأثيرهم. ننساوش يعني الاتحاد الذي مونستيري اخر مقابله رسميه لعبها شهرين التالي، معناها 27 سبتمبر مباراه دور نهائي كاس زعيم الحبيب بورقيبه. ومنذ تلك المقابله يعني اكتفى بمقابلات وديه، وما نتصورش ان المقابلات الوديه تنجم تكون كافيه كما تكون المقابلات الرسميه.
على كل الاتحاد اليوم خذا أسبقية نسبيا مريحة بهدفين مقابل صفر أمام منافس محترم الإمكانيات فريق فاسيل كينيما في انتظار طبعا جولة الإياب. وفي هذه الآونة الحكم المغربي كريم صبري يعلن عن نهاية المباراة بفوز الاتحاد الرياضي المنستيري بهدفين مقابل صفر. نتيجة طيبة، نتيجة ممتازة للاتحاد الرياضي المنستيري، كان بالإمكان أفضل مما كان. بكل صراحة كان بإمكان الاتحاد الرياضي المنستيري أنه يخرج اليوم بانتصار 3-4 أهداف مقابل صفر، ربما حتى أكثر، ولكن في بعض المحاولات الاتحاد ما كانش محظوظ. عديد الفرص اللي أهدرها الاتحاد اليوم، على كل أسبقية بهدفين مقابل صفر، أسبقية مريحة نسبيا، ممتازة، مردود ممتاز ككل بالنسبة للفريق، يستحقوا التحية على ما قدموه اليوم. وبالتأكيد انتصار يفتح أبواب الترشح إلى الدور القادم أمام فريق الاتحاد الرياضي المنستيري في بداية مغامرته الإفريقية. نذكر بالهدفين، هاو الصورة، نذكركم بهدف علي العمري في الدقيقة الثالثة من الشوط الأول، ثم يتمكن فهمي بن رمضان في الدقيقة 12 من الشوط الثاني، هاو الهدف الثاني اللي سجله فهمي بن رمضان من كرة رأسية بعد ضربة مخالفة أو كرة توزيعة كانت في الواقع، رجعت بالركنية من الياس الجلاسي. فهمي بن رمضان يضاعف النتيجة في الدقيقة 12 من الشوط الثاني. فرص أخرى عديدة توفرت للاتحاد الرياضي المنستيري، خاصة فهمي بن رمضان أمام شباك خالية ما كانش محظوظ، علي العمري، زياد مشموم. سيطر الاتحاد الرياضي المنستيري اليوم بالطول والعرض على المقابلة أمام منافس محترم اللي هو فريق فاسيل كينيما. طبعا زوز أهداف مقابل صفر في انتظار طبعا جولة الإياب اللي إن شاء الله الاتحاد الرياضي المنستيري يتوجه بالترشح إلى الدور القادم. ذاكر زرافي إن كنت في الاستماع. شكرا لك توفيق. أكيد هو المباراة تدخل التاريخ اليوم، لأن الاتحاد المنستيري سجل زوز أهداف في أول مشاركة ليه في كأس الاتحاد الإفريقي، ما يقبلش أهداف ويعمل مباراة على الأقل في الشوط الثاني كما توقعوا المحللين نتاعنا، قالوا ثلاثة بشيء الزوز، فما معناها ملعبية بصراحة كانوا نجموا سجلوا أهداف ثانية، يكون عندكم 100% معناها القراءة نتاعكم جيدة. الشوط الثاني نبداو مجدي وأمين، مجدي مصراتي وأمين كمون. مجدي الشوط الثاني الاتحاد المنستيري في مستوى اعلى قدام تراجع الفريق الاثيوبي، شنو هذا، شنو صار في يمكن بين الشوطين، الكوتشينج نتاع المدرب، المانجرام نتاع المدرب لسعد جردة شبيخ يمكن غيرت المعطيات ما بين الشوطين؟ صحيح، يظل الاتحاد في الشوط الثاني كان خير برشا من الشوط الاول. المدرب لسعد جردة كان قام بتغيير على المستوى التكتيكي، حسين تقى اللي كان دخل شفناه كل يلعب اتاكونت كولوار، شفناه رجع للوسط برجوع حسين تقى، تبدل شكل الفريق كومبليتمون، شفنا فريق متمسك، شفنا لي زانترفال لي سباس اونتر لي زانترفال نقصوا برشا، شفنا فريق واقف مليح، عطاء ودخول حسام تقال وصل مدن عطاء اكثر اريحيه لي، انا عملت روشيكا المدرب صحيح هكا ولا هكا اللي صار معناتها شونجمون تكتيك في وسط التران مش مش بالملعبيه. شفنا زاد دخول حسام تقى واللي عمل لي كليبر في وسط الميدان عطى اكثر اريحيه لجلاسي في الكومبورتمون اوفنسيف، شفنا جلاسي زاد تحرك برشا كيف زاد مره اخرى فهمي بن رمضان لاعب الخبره اللي بلوك لا سيتياسيون، معناتها يكون هو حاسم في البطوله وسجل هدف ثاني وكان ضيع هدف ثالث مالوريزمون ضيع. فهمي نجم يعمل لك مقابله كبيره ويجي يسجل لك هدف، معناها رينيه في الدور نصف النهائي كاس تونس ضد النادي الصفاقسي، رينيه برشا مقابلات نادي الافريقي، نادي الافريقي صحيح، وهذا اللي حكيت عليه ذاك، قلت لك صحيح مستير اول مره، معناتها اول مشاركه في مسابقه افريقيه، لكن عندهم لاعبين عندهم خبره، عندهم الخبره ما يكفي باش نجموا يجريوا اللي ماتش هذوما ويربحوا. امين الاتحاد المنستيري في الشوط الثاني، رينا الاتحاد المنستيري نعرفوه لهنا، الفريق الاثيوبي تراجع المستوى نتاعه وضيع الاوروبير، والا الاتحاد المنستيري يمكن كما قلنا التروشيكات اللي صارت خليت الاتحاد المنستيري يرجع للنسق ويرجع للفريق اللي نعرفوه في الديكالاج نتاع الكره، في الصعود بسرعه الكره، استغلال الفرص باش يسجل اهداف. التغيير التكتيكي اللي حكى عليه مجدي كان ديسيزيف، هو صار الحقيقه في اخر الشوط الاول وقت اللي دخل حسام تقا مع الخلف الكوني خلفه في وسط الميدان، هذا شيء اعطى اكثر اكيليبر للميليو تيران كسوا في ريكوبيراسيون دي بالون، معناتها فكان الكره. وحاجه اخرى سرح لياس جلاسي، وقينا لياس جلاسي نعرفوه اللي ايتي ان بو معناتها بلو ليبيري، اعطانا كور معناتها مزيانين في الانترفال. حسام تقا لاعبي الحقيقه انا نشوفه اذا يكمل على المستوى صراحه قاعد يقدم مستوى عالي صحيح كبير عالي برشا. الخطوط
سوكي يصير صارت معناتها مناجيريا نتاع مدرب على مستوى معناتها التقارب نتاع الخطوط، شفنا الخطوط قراب لبعض. احنا ننتظر ان شاء الله يلتحق بنا لسعد جرده بعد شويه في المباشر. المهم ذاكر الاتحاد المنستيري امتلك الكره في الديزاميتو، امتلك الكره البوسيون دو لا بال كانت عند اتحاد الهلال المنستيري على عكس الشوط الاول. كي شدينا الكره كي خدينا الكره كنا نسمع في المدرب زاد امشي فير لافون هز من اليمين امين. احنا هاو في المباشر نستاذنك يطلع بحذانا الكوتش لسعد جرده نعطيه المزح. كوتش مبروك، يبارك فيك. 2-0 كنت تنتظر المقابله كي من هكا، انا ريتك في التصريحات نتاعك قلت المدرب اللي خايب روحه باش يلعب وحده ومش ضد فريق راهو غلط، والمدرب اللي ما يقراش حسابه راهو غلط، ويظهر لي اليوم معناها بالواضح انه الفريق اثيوبي راهو فريق طيب الامكانيات كما حكيت عليه. محترم محترم جدا. بريمير ميتو لعبنا كالتوانسه الكل. احنا تونس هو اثيوبيا. ايوه. كالعاده في بالنا بنعطيهم خمسه سته هذيك افكار الملعبيه. زي ميتو كلمناهم في الفستير كم شفتوا اثيوبيا تعرف تلعب الكوره. زي ميتو ما قصروش عملوا ماتش باهي. هزينا الكرة قدام ضغطنا عليهم كنا نجم نمركيو أكثر من اثنين بشيء كنا نجم نرفعوا ثلاثة أربعة بشيء. أما برافو الأولاد بريمير ميتو ما عجبوني الجملة كانوا بعد ياسر على ليكيب الفرسير. دوزيام ميتو ضغطنا ولعبنا اللعب المستير اللي احنا عملناه وكنا نلعبوا فيه مظهرنا وأن المستير الحمد لله في صحة جيدة. الرتور توا مباراة العودة تخوف ماكش متخوف باللي فريق اللي ريتو لأنه مش كيما تتفرج فيه فريق كيما تراه على الميدان الفريق الأثيوبي. رؤيتك توا توضحت الرؤيه بالنسبه ليك 2-0 باش تمشي في دي كونديسيون اخرين في وضعيه اخرى يندرى اتحاد مناسيري قادر يتجاوز قادر يحافظ على اثنين بشيء هذوما كوتش. لا الرؤيه اللي انا واضحه من قبل الماتش انا قلت لكم راهو فريق ممتاز فريق محترم. الرؤيه توا وضحت للملاعبيه باش نحضروا الماتش نتاعنا باش نمشيو رابحين 2-0 السويسور اللي غادي نعملوا 90 دقيقه باش نحافظوا على النتيجه وبقدره ربي باش نرجعوا لتونس مترشحين. برشا تسالوا على الركروي جدد معناها انتدابات جديده في الاتحاد المناصري كوني اليوم عبد اللي شافيوه معناها يظهر لي على الاقل مشاريع نتاع ملاعبين يعوضوا كما يلزم الملاعبيه اللي خرجوا حسب مارينا توا وخاصه الكوني خلفه. الحمد لله الملاعبين اللي جبناهم ملاعبيه باهين ما نحبش احترام المهنه نتاعي ما نحبش نقول خير من الملاعبيه اللي كانوا عندنا على خاطر حتى اللي كانوا عندنا عملوا سيزون باهي ياسر دونك ملاعبيه عندهم نيفو باهي. الحاجه اللي باهيه توا في المستير وانه حتى ملاعب كيف يجي يعني ما يجيش غارانتي اللي هو تيتولير يجي باش يضرب بلاصتو باش ينحي بلاصتو حتى رغم اللي كان في الجمعيه نتاعو تيتولير توا يزمو ظهر وانه ينجم يلعب برمي ليمير 11 اما الحمد لله كي تبدا عندك ملاعبيه يعني تعمل عليهم حتى على البنك. ست ايام مازالوا لك باش تمشي لاثيوبيا توا اديس ابيبا في ظروف معينه كليما معين باش تحضر كوتش في الفتره هذه في الست ايام هذوما؟ باش نحضروا مونتال باش نخدموا باش نعرفوا غاديك فما ضغط نتاع جماهير فما ارضيه اخرى مش ارضيه المنستير وباش نحاولوا ما نغلطوش الغلط اللي غلطناهم اليوم لازمنا نصلحوا روحنا خاطر غلطنا برومير ميتون برشا غلطات كانت نجم تكون صعيبه. اوكي ليكيب ادفرسير لعبوا ياسر وعاونونا ياسر كي لعبوا ياسر بالعرض دونك ما مشاش برشا خطر القدام. اما الماتش الروتور يظهر لي باش يكون ماتش كاسح اما قلت ربي باش نعرفوا كيفاش نجاريو الماتش ونرجع لتونس بالترشح ان شاء الله. انا باش نقول لك مبروك في انتظار مبروك المهمه انه ترشح الجمعه الجايه ان شاء الله للدور القادم من كاس الاتحاد الافريقي كوتش. عايشك وميرسي بوكو عايش. يعطيك الصحه اكيد نكملوا مع امين شكرا لك يعطيك الصحه كوتش لسعد جرده تحيه لك. نكملوا باش نختموا كلمه ختام اتحاد مناصير مباراه العوده مجدي كيفاش نجم تشوفها وانت ريت الفريق الاثيوبي اليوم. هو باش نحكي اليوم ذاكر في على الماتش اليوم في المجمل الفريق ما قدمش مستوى كبير برشا وهذا منتظر متوقع لكنه مهم فاز اي نحكي على الاداء نتيجه طيبه بيان سور نحكي على الاداء ما خاطر ما تعرف توا الجمهور المستير ستانس بمستوى معين مستوى عالي معناتها فريقها دونك الفريق ان شاء الله باللي ماتش باش يرجع لمستواه اللي عاودنا به. ماتش العوده باش يكون صعيب كما قال المدرب ماهوش باش يكون سهل سيرتو معناتها كونتر ايكيب تلعب في بلادها مع جماهيرها مع الالتيتود غادي دونك باش لي كونديسيون باش يكونوا صعب شويه. هذوما كل نصور المدرب والهيئه عاملين حسابهم لكل شيء وان شاء الله بقدره ربي ان شاء الله كما قلت انت باش نباركوا من توا لازم نكونوا معناتها متفائلين ونقولوا الاتحاد ان شاء الله باش تعدل الدور القادم. كلمتين امين لي مونك ليش يكون بعد ست ايام باش يكون خير من صاحبه فيزيكمون سيغ بلون فيزيك اللي باش يكون خير من صاحبه اللي باش ينجم معناتها يعمل مقابله متعوده وانا نتوقع الاتحاد المنستيري باش يكون خير من فريق الاثيوبي على المستوى البدني وظهر هذا في دوزيام ميتو معناتها وانا متاكد زاده اذا ترانزيسيون معناتها تحول من حاله دفاعيه لحاله هجوميه اللي يحبوا المدرب يمشي كما يلزم في الماتش ريتور نجموا نسجلوا وبور معناتها كونكلو راك شفنا وقت الدوله توخر
بالشامبيونان وقت اللي في ويكاند يتلعبوا 1500 مباراة في العالم وتونس وحدها تقعد ما تلعبش، الدول الأصغر منها لعبت، شفتوا راه الفرقة هذه تمثل الراية التونسية، لازم نعطيهم ترجع شامبيونان تلعب باش ليكيبات نتاعنا يكونوا حاضرين على المستوى الافريقي وديناميك تاع المباريات. شكرا أمين كمون، يعطيك الصحة. همزة عمل في الآخر أمين مجدي مصراتي، يعطيك الصحة. شكرا زملائنا التقنيين، أكيد رجع لك الخط توفيق، تحية لكم الناس الكل. شكرا ذاكر. إذا هكا نكونوا كملنا من ملعب مصطفى بن جنات الأولمبي في نقل مباراة الذهاب للدور التمهيدي الأول لكأس الاتحاد الإفريقي لكرة قدم. مبروك الاتحاد الرياضي المنستيري بهذا الانتصار بأسبقية 2-0 أمام فريق فاسيل كينيما، زوز أهداف نذكر بتوقيتهم وبأصحابهم، علي العمري في الدقيقة الثالثة وفهمي برمضان في الدقيقة 57. على أمل أن الاتحاد إن شاء الله يرجع لنا في الأسبوع القادم بورقة الترشح إلى الدور القادم. شكرا، أجمل تحيات كل الفريق التقني، نلتقي إن شاء الله ديما على المحبة على قنواتنا الوطنية، تصبحون على خير. ومنيرة العياري سي قلتها.